بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعي شاشة قناة شباب سبورت HD1 في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدور الـ32 من بطولة كأس العراق لموسم 2021-2022، مباراة المنتظرة ما بين فريقان التقى قبل أسبوع أيضا في نفس هذا الملعب، لكن تلك المباراة كانت من منافسات الدوري. اليوم مباراة لابد وأن يكون فيها منتصر، لا تقبل القسمة على اثنين ما بين صاحب الأرض نادي زاخو وما بين نعم الطلاب القادم من محافظة بغداد. ننتظر بعد دخول الفريقان الطاقم التحكيمي اللي أمامنا بالصورة الذي سيقود اللقاء. نعم تاوان عثمان من محافظة أربيل حكم دوري درجة أولى، ويساعد سيفين قادر أيضا من أربيل درجة أولى، ومساعد ثاني بشار نوفل من محافظة نينوى كحكم دوري درجة أولى، والحكم الرابع أحمد محمد حكم أول دوري درجة أولى من محافظة نينوى، بينما مقيما للحكام رستان قادر من محافظة أربيل. اليوم الطلاب يريد أخذ الثار من نادي زاخو الذي في مواجهة الدوري في الأسبوع الماضي على أرضية هذا الملعب فاز نادي زاخو بثنائية، بينما الطلاب اليوم يشد العزم ويريد تحقيق الانتصار. أما زاخو أمام جماهيره وعلى أرضه، ولاحظ أبناء زاخو ولاعبي زاخو يذهبون يحيون جماهيرهم ويريدون تحقيق الانتصار الثاني التوالي تواليا على نادي الطلبة. طبعا مباراة اليوم مختلفة بالنسبة للفريقان، الكاس وبالمباراة التي تلعب بنظام التسقيط الفردي لابد أن يكون هناك منتصر. الطلبة يلعب اليوم بحراسة المرمى دولفان مهدي، أما في خط الظهر أحمد خالد ومحمود مشعان، محمود مشعان مع إدريس سنياغ وحمزة عدنان، في خط الوسط عمر عدنان مرتضى علي وزيد تحسين، في خط المقدمة علي خليل ستيفن بافور وأمجد أسعد بقيادة قحطان كثير، بينما أصحاب الأرض نادي زاخو أبناء مدرب عبد الوهاب أبو الهيل يلعب اليوم بحراسة المرمى عماد عيسى، وفي خط الظهر برونو أوليفيرا وفيتور سيلفا وهولي مونتيرو ومحمد عبد الكريم، الوسط حسين منذور وأركان أمير وحميد حاجي، في المقدمة الشيفان جميل محمد جواد وفرانك سيدريك. إذن مشاهدينا متابعي شاشة قناة شباب سبورت، انطلقت صافرة البداية من ملعب زاخو الدولي، الملعب الذي يتسع لعشرين ألف مقعد، والذي أسس وأنشئ في عام أو افتتح في عام 2015 في مباراة جمعت منتخبنا الوطني بمواجهة نادي زاخو، مباراة الافتتاحية لهذا الملعب. اليوم العزم لدى الفريقان ورغبة الانتصار تحضر لدى المدربان أيضا، عبد الوهاب أبو الهيل مع قحطان شثير، الاثنين مثلوا نادي الطلبة، لكن اليوم واحد يريد تحقيق الانتصار للطلبة والآخر يريد الانتصار على الطلبة، فرق ما بين الأمس واليوم، وبالتالي أول رمية جانبية تبحث عن طريق أصحاب القمصان الزرقاء نادي الطلبة. أحمد خالد القميص الثين المدافع الأيمن الذي لعب لأربيل والميناء ونفط ميسان، بالتالي اليوم بقميص الطلاب يريد أن يعود هيبة الأنيق للسابق عادة في موسم 2002-2003، الطلاب كان يخرج أجيالا بعد أجيال ويقارع الكبار ويحقق البطولات، لكن الأنيق لم يعد أنيقا، وبالتالي يبحث قحطان كثير من خلال هذا الموسم حيث بدأ بداية مميزة، ومن أفضل المباريات التي قدمها الطلبة هذا الموسم فوزه في منافسات الدوري على نادي الزوراء بهدفين. الكرة أمامية ترسل هنالك في خط الظهر عند لاعبي زاخو بمبدأ الأمان، يتركها إلى خارج أرض الملعب، فيتور سيلفا يخرج كرته ويتركها لبر الأمان عند حارس المرمى عماد عيسى اللي اليوم يحمي عريض نادي زاخو كحارس أساسي، ويجلس على مقاعد الاحتياط الحارس الأساسي اللي شاهدناه في موسمين في الدوري بحماية عريض نادي زاخو، ومحمد شاكر الآن يجلس على مقاعد الاحتياط. هنالك الراية ومن ثم رمية جانبية للاعبي نادي الطلبة، هنالك على الجهة اليسرى
ينتظر اسناد زملائه، يبحث عن مساحه ومسانده. زيد تحسين ارسل كرته اماميه حضره ثم ترسل من علي خليل اماميه. امجد اسعد القادم من نادي السماوه في الموسم الماضي يمر من هنالك، دخول في اعماق الدفاعات، مروه تقدم لكن الكثره غلبت الشجاعه، وفي اللقطه الاخيره بحث من خلالها اركان امير المدافع القادم من نادي اربيل. قطع الكره من امام اسعد امجد في اللقطه الماضيه كاول محاوله حقيقيه للطلاب، تحصلوا من خلالها على الضربة الركنية الأولى. الكورنر لمصلحة نادي الطلاب، يأتي بالإرسال، هذه الكرة تلعب ولكنها سرعان ما تعود في خط الوسط. أمامية أرسلت ولكن أيضا إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى عند الحارس عماد عيسى. طلاب يدخل من البداية بقوة، يريد أخذ الثار من المباراة السابقة. ونعم بأن نادي الطلبة آخر فوز لنادي الطلبة، هذه خطيرة. زاخولية تلعب من هنالك لكن عادت صفراء، سدد بقوة، ارتطمت المدافعين وعادت عند أحمد خالد. الكرة التي أرسلت لخط الأمام ثم التمرير والتحضير، سيلفي يبحث عن خطأ، جاءت الصافرة و تعلم بخطأ لحسين منذور في اللقطة الماضية. يطالب بكرته لكن أمامية من برونو ليما. برونو محترف البرازيلي الموسم الثاني على التوالي بقمصان نادي الزاخو، صاحب 31 سنة من مواليد 1990 هيليو مونتيرو. لكن كرته بعيدة كانت وطويلة، مرت إلى خارج أرض الملعب عند دولافان مهدي. دولافان اللي لعب لنادي نفط الوسط وللنجف مواليد 1990 صاحب 31 سنة، يحمي عنين الطلاب للموسم الثاني. كرته من هنالك يبحث من خلالها زيد تحسين بكرة أمامية وطويلة، يبحثون كل البحث عن المهاجم علي خليل لكن كانت أقرب وأسهل للحارس عماد عيسى اللي تصدى واحتضن كرته. محمد جواد لا زال يحاول أمام الدفاعات الزرقاء بينما هنالك الانطلاقة. أريد فرانك وزملائه وحميد حاجي سيطر على كرته، ينتظر إسناد زملائه. كرة تستبعد وتستقطع وتعود سريعة زرقاء، منها انطلاقة من حمزة عدنان. أمامية أمجد أسعد بالقميص سبعة يحاول تمويه بالبدن ثم العودة للجهة اليمنى. أحمد أو هذا مرتضى علي اللي معروف بمرتضى ملص، يلعب اليوم كلاعب وسط في صفوف نادي الطلاب، سجل هدف في مرمى نفط البصرة هذا الموسم في منافسات الدوري، بينما بالنسبة لمنافسات الكاس اليوم المواجهة القوية المنتظرة من قبل عشاق الفريقان، جماهير الزاخولية حاضرة بكثافة بينما القليل من جماهير الطلبة يحضر، بينما الكثير من يتابعنا عبر شاشة قناة شباب سبورت يريد الثار ويريد أيضا نعم تجاوز مرحلة الدور 32، لأن نادي الطلبة أيضا في الموسم السابق لم يعبر دور 32 بل غادر ولم يحضر للمباراة أمام نوروز، واعتبر نوروز حاصل على 3 نقاط في الموسم الماضي، بينما اليوم يلعب الطلبة ويريد كسب الـ3 نقاط. حتى الآن لا ولم نشاهد ولم نرى الكرات الحقيقية، الكرات الخطرة، الكرات التي من خلالها نجد الخطورة وأيضا نجد ونستمع لصراخات الجماهير. هنالك الموج الذي يريد من يحركه بكرات هنا أو هناك، لكن بطاقة أولى في المباراة تشهر، أول بطاقة تشهر على لاعب خط الوسط عمر عدنان، يتحصل في اللقطة الماضية على البطاقة بعد تدخله بقوة، وبالتالي بطاقة صفراء تشهر. سلامات هنالك برونو أوليفيرا اللي كان ساقط وبالتالي تحصل على الخطأ، تصل مجددا في خط الوسط، البحث من خلالها مرور والتقدم ثم العودة لخط الظهر. فيتور سيلفا حضر كرته من شيفان التي عادت لبرونو ليما. برونو كرته أمامية طويلة باتجاه من أركان، ومن أركان يعود فرانك سيدريك المحترف الكاميروني صاحب 26 سنة والذي جاء من الدوري التونسي ليحمل الشعار. من هنالك خطفها علي خليل، ينتظر مسناد الزملاء لكن
أمام أكثر من لاعب، وبالتالي يتحصل على الرمية الجانبي. تماس علي خليل مع ستيفن بافور المحترف الغاني في ثنائي خط المقدمة، لكن هذه العرضية لم تكون كما كان يشتهي ستيفن بافور المحترف الغاني اللي لعب في صحار العماني والتضامن الكويتي، وأيضا لعب لنادي النجف صاحب ال 25 سنة، اليوم يلعب في مقدمة صفوف نادي الطلبة ستيفن بافور. لكن حتى الآن لم نرى الخطورة لا من ستيفن بافور ولا من علي خليل، وحتى نادي زاخو محمد جواد لا زال مع فرانك سدريك يبحث عن كرات الأولى. هنالك تحضر راس حفرة صفراء يبحث من خلالها النادي الزاخولي، لكن محمد جواد يقف أمام قوة وصلابة لدفاعات الزرقاء. هنالك علي خليل يعود لخط الظهر، استقبال، حركة لعب جميلة، مرور ثم تقدم للأمام، يبحث إدريس إنيانك لكن كرته قطعت وعادت من هنالك صفراء. يبحث من خلالها خطف أول الكرات التي تهز مدرجات ملعب زاخو الدولي، لكن لحد الآن الهدوء يخيم على الأجواء. وأحمد خالد أمام أركان أمير اللي مر وتقدم في الكرة الماضية لكنها ارتطمت بأركانه، وبالتالي تحصل نادي الطلبة على رمية جانبي. تماس ثم العودة من هنالك مرتضى يغير كرته. محمود مشعان في اللقطة الماضية حضر لي حمزة عدنان، حمزة عدنان اللي لعب للميناء ولنادي الزوراء أيضا صاحب ال 25 سنة المدافع الأيسر اللي في موسم الأول مع نادي الطلبة. هنالك يبدو لي صافرة وخطأ، عمر عدنان تحصل على خطأ سبق واللعبة لنادي الزاخو. عمر عدنان اليوم يلعب أمام فريق السابق، وبالتالي أريد أيضا تحقيق الانتصار. بينما أسعد يضطر بالعودة لخط الظهر. مرتضى علي شاهد متراجع كثيرا في مباراة اليوم مرتضى علي، ولكن هنا نشاهد ضربة حرة غير مباشرة وخطأ لمصلحة نادي زاخو. الخطأ اللقطة الماضية لمصلحة نادي زاخو، يبحث من خلالها بأول الكرات التي قد نرى من خلالها الفرص الحقيقية. أمامية ترسل محمد جواد في مرور، لكن بأحضان دولوفان مهدي، أيضا بأحضان دولوفان مهدي، ولحد الآن لم نرى ولم نجد الخطورة لدى الفريقان. طلبة زاخو حبايب حتى الآن في ظل 15 دقيقة أول ربع ساعة من شوط المباراة الأول متساوي الأطراف. من هنالك كان الاحتكاك والصافرة من توانا هي التي تحل كل النزاعات، وبالتالي يبحثون جاهدا عن الأخطاء وكسبها. هنالك تنقل بن سيلفا لأمامية التي عادت لحمزة عدنان، تأخر وبطء في نقل الكرة، قطعت وعادت. شيفانا يبحث أمامية، محمد جواد يتراجع كثيرا من أجل استلام الكرات، ولكن يريد إسناد زملائه حميد حاجي مع شيفان جميل، لكن أيضا تقطع من حمزة، عادت لخط الظهر يبحث من خلالها برونو أوليفيرا، أيضا تعود لسيلفا، ومن سيلفا قطعت لحمزة في التدخل في اللقطة الماضية. وبالتالي هنالك صفراء دائما البحث كل البحث عن الكرات الطويلة بالنسبة لنادي زاخو، يعتمدون على مهارة وقوة محمد جواد، لكن حتى الآن لم يظهر ولا زال في قبضة المدافعين. برونو ليما على الجهة القريبة، القميص 4 المحترف البرازيلي، كرته للأمام تلعب، يبحث عن فرانك سيدريك، لكن سيدريك قطعت من أمامه. وأسعد في خطأ، أسعد يتحصل على خطأ، وبالتالي يريد إسناد زملاء لقطة الماضية. تحصل نادي الطلب. مرتضى علي اللي بدأ مشواره من نادي الجنسية، لعب الخطوط وللكنارة الكرخ الموسم الماضي مع المصافي، ومن ثم جاء للطلاب صاحب ال 25 سنة القميص 24. هذه الكرة ترسل ستيفن بافور، مرور من هنالك حضر لزميله علي خليل أمام ثلاث أو أربع لاعبين، كثرة المدافعين في منطقة العمليات وإبعاد الكرات. شيفان جميل
يريد الهجوم المرتد، يريد الاستغلال من اندفاع نادي الطلبة في اللقطة الماضية. محمد جوال يريد الخطأ، ولكن ماذا شار تاوانا؟ يطلب استمرار اللعب من مشعان، هنالك نقلها لزيد تحسين، ومن زيد بالمباشر إلى رمية جانبية، تماس لنادي زاخو. أمامنا الصورة، جماهير وعشاق نادي زاخو يحضرون في ملعب زاخو الدولي من أجل مؤاثرة الفريق وتحقيق الانتصار الثاني تواليا بنفس الأسبوع. هنالك يبدو خطأ لمصلحة نعم نادي زاخو، لنادي زاخو البحث عن الكرات الثابتة. برونو ليما مع البرازيلي سيلفا دائما ما يتقدمان لخطوط المقدمة ودائما ما يشكلان الخطورة من اقتناص الفرص. ولاحظ عمر عدنان في حوار مع زملائه يريد المراقبة اللصيقة وعدم ترك المساحة، انتظار برونو أوليفيرا. هذه أمامية ترسل لزاخو خطيرة تلعب، ولكن بالمدافع أحمد خالد براسة يبعدها إلى ضربة ركنية لنادي زاخو. أمامنا عبد الوهاب والهيل يأتي بتوجيهاته لنادي زاخو، يريد استثمار الفرص. عبد الوهاب والهيل لصاحب الخمسة وأربعين سنة، جاء من نادي الأنصار اللبناني، كان مدرب للأنصار اللبناني في الدوري اللبناني، والآن مع نادي زاخو موسم الثاني تواليا. يريد أيضا تحقيق الانتصار والسير بعيدا في مشوار كأس العراق. تاوانا في حوار مع حارس المرمى والزخم الدفاعي والاندفاع الهجومي، هنالك مزيج من الألوان ما بين الأصفر والأزرق، ومن يا ترى سيخلص الكرة في اللقطة الماضية؟ زاخو يبحث من خلال الكرات العرضية خطيرة، جول! حسين منذور لم يأتي بالإنذار، لكن كرته مرت إلى خارج أرض الملعب، أول الكرات الحقيقية ومن أخطر الفرص طيلة العشرين دقيقة الأولى من شوط المباراة الأول. حسين منذور للموسم الماضي لعب لنادي السماوة، لكن كرته اللي كانت أمام المرمى بالمباشر لكن لم يستغلها حقيقة. يبدو فرصة لا تعوض في مباراة اليوم، على بعد خطوتين من أمام المرمى خالي من الرقابة، جاء من الخلف ولكن كرته كانت قوية ومرت إلى خارج أرض الملعب. هل هناك ردة فعل للطلاب؟ طلاب اللي بادر في مرتين ولكن عاد، والآن نشاهد الخطأ لمصلحة نادي الطلاب. مرتضى علي ينتظر إشارة اللعب تاوانا. مرتضى ملص في خط الوسط يريد الردة السريعة، يريد ردة الفعل، يريد أيضا تحقيق الانتصار، لا يريد أن تكون الهزيمة الثانية. أمامية طويلة طلابية من هناك، ولكن مرت بسلام من زيد تحسين اللي سبق وأن لعب لنفط الوسط. زيد زاد في الانطلاقة والسرعة لخطوط الأمام، لكن لم يزيد من حماس اللقاء بتسجيل الهدف، بل كرته مرت إلى خارج أرض الملعب بالمباشر ضربة مرمى. عماد عيسى حتى الآن لم يختبر ولا كرة شاهدناها لهذا الحارس، كل الكرات كانت سهلة بمتناول الأيادي. أمامية طويلة بالرأس من هنالك تلعب، حضرت للمرتين ولكن مشعان إبعاد خاطئ. هنالك في اللقطة الماضية مرتضى علي أبعد وصحح خطأ زميله في اللقطة الماضية مشعان اللي كان في خطأ لا يغفر لو كانت عنده اللاعب محمد جواد. تحضير ومن الاستقبال بالرأس حسين منظور صاحب الفرصة الضائعة، مرتضى علي يؤمنها لدولافان مهدي. دولافان مهدي استقبلت شباكه في المباراة السابقة، هدفين من نادي زاخو في منافسات الدوري. سجل كايك أوليفيرا اللي جالس اليوم على مقاعد الاحتياط مع صاحب الهدف الثاني ياسر قاسم لاعب منتخبنا الوطني السابق اللي سجل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة. أيضا اليوم في خيارات عبد الوهاب والهيل يجلس على مقاعد الاحتياط، بينما توجيهات قحطان كثير بدأت تظهر.
صاحب ال 48 سنة، مهاجم الذي لعب لأربعة مواسم بقمصان الطلب، اليوم يريد تحقيق الانتصار على زميله السابق اللي لعبوا بقمصان الطلاب، ولكن اليوم كل من يريد تحقيق الانتصار، كل من يريد جلب الفرحة والسعادة لعشاق جماهير البغدادية تترقب عبر شاشة قناة شباب سبورت، بينما عشاق زاخوا من خلال أرضية الملعب والمدرجات حاضرين بقوة من أجل الإسناد وتقديم الدعم حتى يحقق الانتصار. حمزة عدنان أمام أحمد محمد عسكر حكم مباراة الرابع، الكرة طلابية للأنيق والذي قال ذاك زمان لعبنا به وهذا زمان لعب بنا، لكن يريدون تصحيح المسار، هنالك تلعب ولكن أيضا تبعد من البرازيلي هيليو مونتيرو، بالتالي من هنالك الانطلاقة، محمد جواد يمشي ويجري سريعا ولكن مشعان حمود في تغطية وإسناد زملائه، إبعاد كرته إلى خارج أرض الملعب، تماس زاخولي شوط المباراة الأول فقير فنيا حتى الآن، أكثر الكرات في خط الوسط، نبحث عن المقدمة محمد ولكن استقباله خاطئ، محمد جواد في اللقطة الماضية لكن استقباله خاطئ، الكرة الماضية استقبلها براسه وكانت بعيدة، حمزة عدنان يجري بكرته للأمام لكن علي خليل الأسمران يبحث عن خطأ، مر وتقدم في حوار وصراع في معركة في خط الوسط، لكنها اكتسب من خلالها الكرة، هنالك شيفان جميل بالقميص 14 لنادي زاخو، عادة لأوليفيرا ولكنها سهلة بأحضان الحارس دولافان مهدي، دولافان توجيهاته لزملائه ويريد التقدم لخطوط الأمام، أرسل كرة طولية، هنالك علي خليل يستعيدها، حمزة عدنان في صراع مع شيفان ولكن يبدو لي تسبب بعرقلة وخطأ لمصلحة نادي الطلاب، الطلبة هنالك يكتسب الخطأ، طلاب وصيف لبطولة الكاس 6 مرات وبطل لمرتين، هل يصحح مساره ويحذو بخطوة ويضع قدمه في دور 16 أم إن نادي زاخو على أرضه أيضا يريد المبادرة وأن يضع كعبه في الدور الثاني هو دور 16، أمامية ترسل من هنالك الرأسيات الحاضرة، أحمد خالد إبعاد خاطئ ثم تسديد من فرانك سيدريك ولكنها لم تلبس معاه، بالتالي مرتضى علي بذكاء أمن كورته والدفع اللي كان من حسين منذور وبالتالي خطأ لمصلحة نادي الطلبة، الطلاب سلامات مرتضى علي يسقط على أرض الملعب يشكو من إصابة اللي الموسم الماضي كان قائد لنادي المصافي 25 سنة من مواليد 1969 بدأ مشوار الكرة مع نادي الجنسية وثبت جنسيته الحقيقية ولعب الآن لنادي الطلب، بدأ بمشواره وتثبيت أقدامه من الجنسية ماشيا صوبة تحقيق ما كان يرغب به، لعب في الدور الممتاز وفي أفضل الأندية نادي الطلبة، قميص 24 اللي يقف على كورته لاعب خط الوسط أمامية وطويلة أرسلها لخطوط المقدمة، يبحث بافور يبحث من خلالها عن مساحة، لكن لاحظ لاعبي نادي زاخو التواصل والضغط على حامل الكرة وعدم ترك المساحات، يعرفون بأن نادي الطلبة اليوم داخل بقوة، اليوم داخل بحماس وبجهد مضاعف، لأن المباراة السابقة هو في نفس هذا الملعب خاسر من نفس الفريق، اليوم لابد وأن يغير المعطيات، لابد وأن يغير من الأحداث، لابد وأن يكسب اللقاء، بالتالي نادي زاخو يلعب متحفظ ويريد الاستفادة من الكرات العكسية، هنالك الصراع خط الوسط والكرات الرأسية ثم طويلة من سيلفا مدافع بالقميص الثاني محمد جواد بقبضة مشعان ولكن كرته أمامية من هنالك ترسل، لكن برافو دولافان مهدي بخروج موفق وإبعاد لكرته في اللقطة الماضية، زيد تحسين حضرها لحمزة من حمزة طويلة تصل في الوسط عن طريق إدريس نيانغ لكنها قطعت وعادت، مرتضى علي
مرتضى ابعاد خاطئ، كره ترسل، فرانك سيدريك انطلق ومر من هنالك الكاميرون، لكن سرعان ما جلب كورته وصحح خطئه مرتضى في التمريره الماضيه. عادت في وسط الملعب، شيفان حضرها من هنالك، البحث عن حميد حاجي ولكنها عادت عند الدفاعات الصفراء. اماميه وطويله، دريسن يانغ في حوار في اللقطه الماضيه، لكن الكره ابعدت الزرقاء وبالمباشر وصلت لحارس المرمى عماد عيسى اللي سبق وان قلت لم يختبر حتى الان. عماد عيسى كرته حضرها لزميله فيتور سيلفا، ومن فيتور اماميه مشعان في تصادم مع زميله، سوء تمركز وعدم التفاهم في اللقطه الماضيه، بل عادوا من اجل ابعادها وتفادي الاخطاء. برونو ليما بكل هدوء حضر كرته من سيلفا، سيلفا دائما يعتمد على الكرات الطويله، محمد جواد مر من قبضه المدافعين لكن اصطادته الرايه، هنالك رايه المساعد الثاني بشار نوفل التي اشارت بحاله تسلل على محمد جواد. ولكن هناك يبدو لي طلابي يسقط على ارض الملعب، مشعان حمود الموسم الماضي كان بقمصان نادي الديوانيه الان مع نادي الطلاب. سلامات لمشعان، دخول تحسين محمد معالج نادي الطلاب لتقديم الاسعافات الاوليه. فريقان تواجهوا في 15 مواجهه، طلاب فاز بسبع مرات وزاخوا باربع مرات، تعادل حضر لاربع مرات ما بين الفريقان. 45 هدف سجل الفريقان ما بين مواجهاتهم ال 15، 27 هدف الطلبة سجل و 18 هدف زاخو سجل. الآن نبحث عن الهدف رقم 46 في تاريخ مواجهات الفريقان. مواجهات ال 15 كانت على مستوى منافسات الدوري، بينما اليوم في منافسات الكاس. ونبحث عن الأهداف حتى الآن غائبة. المباراة السابقة الأهداف حضرت في شوط المباراة الثاني، اليوم وبشوطها الأول حتى الآن سلبي النتيجة وفقير فنيا، أكثر الكرات نشاهدها طويلة وأكثر ما تستقر في خط الوسط، لكن من يا ترى سيتجرأ ويبادر بإهزاز الشباك الآخر؟ هل ستيفن بافور مهاجم نادي الطلاب أم محمد جواد مهاجم نادي زاخو؟ الأجواء هادئة بينما في المدرجات ساخنة، الحماس والشغف لتحقيق الانتصار. تماس من هنالك لمصلحة دفاعات نادي الطلبة، حمزة عدنان يبحث عن اسناد زملائه لكن تركها لزيد تحسين. ومن زيد إلى من؟ من يقوم باستقطاب الكرات؟ من سيكون العمود الفقري للطلاب؟ من يستمسك الكرات وجلبها من خط الظهر وإرسالها لخط المقدمة؟ آملين بتحقيق شيء يرضي عشاق نادي الطلبة. عادت في خط الوسط، تنقل من عمر عدنان، أمامية ما بين أركان وما بين أسعد ولكنها مرت إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية عند المساعد الأول السيفير قادر لأشارة لمصلحة نادي الطلبة. أحمد خالد، أحمد يستعيد كرته عرضية لكنها قصيرة المدى، عادت واستبعدت مرة أخرى تعود طلابية. مرتضى مرور تقدم من هنالك للطلاب، لكن يبدو له هنالك قبل أن يمر مرتضى كانت هنالك راية حاضرة وقحطان كثير في حوار مع حكم المباراة، يريد استمرار الكرة عند مرتضى لكن يبدو له هنالك خطأ لمصلحة الدفاعات الزاخولية، وبالتالي عند من؟ عند هيليو مونتيرو صاحب ال 31 سنة المدافع البرازيلي المحترف في صفوف نادي زاخو. هذا يشير من هنالك تاوانا حكم المباراة اللي أدار هذا الموسم في دورينا مباراتين فقط. المباراة الأولى كانت السامراء والصناعة، انتهت للصناعة بهدف مقابل لا شيء. المباراة الثانية جمعت النفط ببغداد هدفين مقابل هدفين. بينما في الكاس مباراة اليوم يريد أيضا أن يضبط فيها القيادة والأمور، ونحن الآن ننتظر على أن تكون هنالك الأهداف حاضرة حتى ترفع من وتيرة المباراة، حتى تزداد حماس وسرعة الفريقان، لكن إذ لم تحضر الأهداف ساعة
سيبقى الفريقان بهذه الصورة يلعب بوضعية مريحة، يلعب بأقل الأضراع. نعم، فريقان لا يريد أن يندفع بشكل مكثف، لا يريد أن يزيد بكل لاعبي لخط المقدمة، متخوف من الآخر حتى اللعب لا تكسر خطوط الظهر وتأتي الأهداف بشكل مبكر ومستمر. 27 دقيقة، النصف ساعة الأول سلبي ما بين الطلاب وزاخو، ما بين زاخو والطلاب حبايب حتى الآن. من سيقص شريط الأهداف؟ هنالك عند الجهة البعيدة الرمية الجانبية الحاضرة دائما لحمزة عدنان على الجهة اليسرى، المدافع الأيسر في صفوف الطلاب زحف وتقدم لخطوط الأمام، يبحث من هنالك لستيفن بافور، مر وتقدم يبحث عن مساندة الغاني، طرب العودة لخطوط الظهر، ومرتضى علي يستعيد كرته لزيد تحسين. زيد بدورة إلى من؟ يفضل إرسال الكرات الطويلة، هذه خطيرة، التحذير من أسعد، يبحث عن علي خليل ولكن أقرب لها المدافع البرازيلي بذكاء برونو أوليفيرا، استقطع كرته وأبعدها إلى رمية جانبية، استقبال خاطئ من علي خليل، تمر إلى رمية جانبية لمصلحة نادي الزاخو، لم يستفيد من كرته علي خليل في اللقطة الماضية وبالتالي استقبال كان خاطئا ومرت إلى رمية جانبية. عادت زاخوليا برونو أو هذا هيلو مونتيرو اللي تعرض لإصابة في اللقطة الماضية بعد الاحتكاك، بعد الاحتكاك من عمر عدنان، وبالتالي حكم المباراة يشير بخطأ ويريد تهدئة الأوضاع. سلامات هيلو مونتيرو وحكم المباراة يطلب تهدئة الأوضاع من عمر عدنان. عمر تلقى البطاقة في بداية المباراة والآن حكم المباراة يأتي بتهدئة الأوضاع ويريد تماسك الأحصاب، لأن عمر كان محتج في اللقطة الماضية أمام هيليو مونتيرو. خطأ ونفذ عن طريق عماد عيسى، أمامية وطويلة تحضر عن طريق محمد جواد، ولكن محمد جواد في ظل الكثافة الدفاعية حتى الآن لم يجد نفسه في منافسات كثيرة ولم يأخذ كامل أريحيته في الاستقبال والدوران أمام مرمى دولفان مهدي. كل الكرات لم تأتي بالثمر، كل الكرات لا تغير من أحداث المباراة. التعادل السلبي في 30 دقيقة كان حاضر ومتسيد لشوط المباراة الأول. دولفان يطلب انضمام الأطراف، الدخول في الأعماق، السيطرة على عمق الوسط، ويريد التسلسل لخطوط الأمام حتى يصلون لمرمى عماد عيسى الذي لحد الآن بوضع مرتاح يحمي عرين مرمى الزاخو. تستقبل فرانك سيدريك، خطأ ودفع من مرتضى علي وفي حوار مع التاوانة، بالتالي الخطأ لحسين منذور بالقميص 15. حسين منذور بالقميص 15 خطأ والبحث عن الكرات الثابتة حتى يستغلها بإرسال الكرات الطويلة. هيليو مونتيرو البرازيلي في حوار مع عبد الوهاب بولهيل اللي كان يلعب في خط وسط الطلاب اليوم كقائد لنادي زاخو. كرته من حمزه اماميه طويله، هنالك البرازيلي في تور سيلفا ابعدها وعادت مجددا صفراء في خط الوسط، كره ترسل بشكل طويل، يبحث عن فرانك سيدريك الكاميروني، لحق بكرته واحد امام واحد، مار من امام مرتضى، لكن مرتضى بذكاء غلق امام المساحه ومرت كرته الى خارج ارض الملعب، ضربه مرمى، لكن بعد ذلك دولي مرتضى لامس نعم فرانك سيدريك، وفرانك يشكو على مستوى الوجه من تدخل او اصابه. سلامات لفرانك سيدريك، يطلب حكم مراد دخول معالج نادي زاخو. مكرم يدخل من اجل اسعاف فرانك سيدريك. سلامات لفرانك،
أول لقاء جمع الفريقان كان في موسم 2002، انتهى بهدف مقابل لا شيء لمصلحة نادي زاخو. أول لقاء جمع الفريق، بينما آخر لقاء كان في الأسبوع الماضي، منافسات الدوري، انتهى هدفين لزاخو مقابل لا شيء. يعني زاخو بدأ المواجهات بانتصار وأنهاها بانتصار، واليوم يبحث أيضا عن الانتصار. لكن لو تلاحظ الفارق بعدد الانتصارات ما بين الفريقان، الطلبة فاز بسبعة وزاخو فاز بأربعة. الجماهير الزاخولية لا زالت تصفق وتدعم نادي زاخو، لا زالت ترفف راية الأحمر والأبيض هنالك في مدرجات نادي زاخو، يبحثون عن الانتصار. والانتصار إذا تحقق سيصبح الانتصار الثاني تواليا في ظرف أسبوع. سلامات فرانك سيدريك ينهض بعد تلقي العلاج. طبعا ثلاث لاعبين تمكنوا من تسجيل الهاتريك، لاعب السابق لنادي الطلبة هو علاء كاظم ورئيس النادي السابق، وأيضا ياسر عبد المحسن لاعب نادي الطلبة السابق، ولاعب نادي زاخو السابق عباس عبد. ثلاث لاعبين هم اللي تمكنوا من تسجيل الهاتريك في منافسات الفريقان. لاعبين من نادي الطلبة ياسر عبد المحسن وعلاء كاظم، ولاعب من نادي زاخو اللي هو عباس عبد، تمكنوا من تسجيل ثلاث أهداف في مباراة واحدة. من هنالك زاخولية في خط الظهر، دائما الإبعاد والإرسال لخط المقدمة، يبحثون شيئا فشيء، يتقدمون بأقل الأضرار، ولكن العاشق الطلابي لا يريد أن يحثر بنفس الحجر مرتين، وبالتالي الكرة أبعدت من أركان أمير، مدافع اللي الموسم الماضي كان مع نادي أربيل، واليوم نشاهده بقمصان نادي زاخو. حضرت من أحمد إلى أسعد، عادت لأحمد خالد على الجهة القريبة، وأسعد بمرور ثم التمرير لكنها كانت قصيرة، قطعت وعادت حسين منذور لأركان أمير، أركان أمامية أرسلت من دون أي متابعة، استعادها دريسن يانغ في خط الوسط، يرسل كرته لخط المقدمة، لكن هنالك البرازيلي هيليو مونتيرو بذكاء اصطحب الكرة، وبالتالي عادت الكرة، بدأت الآن لا تعرف مع من ستستقبل. نراها مرة في خط الظهر للأصفر ومرة في خط المقدمة عند أصحاب القمصان الزرقاء، لكن أكثر الكرات بالنسبة لزاخو يعتمدون على الكرات الطويلة. سلامات فرانك سيدريك لا زال يشكو من إصابة، المحترف الكاميروني اللي جاء من الدوري التونسي صاحب 26 سنة. اللقطة الماضية اللي تعرض هذا اللاعب اللي يقف بجوار الحكم مرتضى علي، اللقطة السابقة، ولكن عبد الوهاب والهيل في حوار مع حكم المباراة تاوانا عثمان، حكم الذي بدأ مشوار التحكيم في عام 2009، وأول مباراة كانت له في الدوري الممتاز كحكم ساحة في عام 2016. الموسم الماضي حكم 13 مباراة، خمسة كانت كحكم ساحة ومرتين كحكم إضافي وست مرات كحكم رابع. اليوم نشاهده كحكم ساحة من محافظة أربيل يضبط الأمور وقاضيا لموقعة زاخو والطلبة. سين منذور التسع دقائق المتبقية لنهاية الوقت الأصلي والحقيقي لشوط المباراة الأول. أركان أمير يبحث عن مساحة حتى يزز كرات لخطوط الأمام، حذر من حسين منذور، مرور ممتاز أمام عمر، من هنالك السرعة لاستقطاب الكرة عن طريق عمر عدنان، نعم ضغط على حامل الكرة، ونشاهد إدريسن يانغ في حوار مع حسين منذور، لكن حسين تحصل على خطأ ومخالفة في حواره مع إدريسن يانغ في اللقطة الماضية. المحترف السنغالي لعب في نجم الملتاوي التونسي ولعب في الميناء، صاحب 27 سنة في صفوف نادي الطلاب. أمامية طويلة، زاخولية البحث عن محمد جواد، يبحث عن خطأ في التصادم بالرأس في اللقطة الماضية. سلامات
لمرتضى علي وسلامات لمحمد جوا. الارتقاء في اللقطة الماضية والتصادم على مستوى الرأس. سلامات لمحمد جواد ولمرتضى علي. الاحتكاك والتصادم في اللقطة الماضية. الاثنان ارتقوا، هذا اراد التسجيل وهذا الحفاظ والاندفاع. وبالتالي دخول معالجي الفريقان من اجل تقديم الاسعافات الاولية. نقترب من الدقيقة 40. وحتى الان النتيجة سلبية بيضاء ما بين الفريقين. نعم توانا ينتظر اسعاف الطرفين. طبعا اكبر نتيجة حدثت ما بين الفريقان كانت هي لمصلحة نادي الطلاب بأربعة اهداف مقابل لا شيء في موسم 2005. سجل في يومها الهدف الاول عقيل حسين والهاتريك لعلاء كاظم. هي من اكبر النتائج اللي سجلها نادي الطلبة في مرمى زاخو. بينما زاخو اكبر نتيجة حققها على الطلاب كانت 3-2، سجل في يومها لزاخو رجاء رافع ويونس شكور وعلاء الشبلي. بينما سجل للطلبة مصطفى حسين واحمد صلاح كانت في موسم 2012-2013. سلامات محمد جواد وسلامات لمرتضى علي. بعد تلقيهم العلاج عادوا من اجل استكمال اللقاء وعمليه الاسقاط من حكم مباراه توانا عثمان لحارس مرمى الطلاب دولوفان مهدي. من هنالك ارسلها لزيد تحسين، عليه ضغط اللقطه الماضيه من حميد حاجه وبالتالي يتحصل على رميه جانبيه لنادي الطلبه. زيد بالقميص 23 المدافع في صفوف نادي الطلاب. من هنالك اماميه ابعدت برونو في اللقطه الماضيه. بينما صراع خط الوسط قائم ومرتضى علي يشتت كره يرسلها لستيفن بافور، ومن بافور الى من؟ علي خليل ثم حمزه عدنان المدافع الايسر ياتي بعرضيه خطيره طلابيه، هذه تلعب لكن اركان امير استعادها لحسين منذور اللي بدوره يبحث عن محمد مروه، تقدم انفراد لكن هنالك التدخل من الخلف وبذكاء تحصل على كرته، لكن قبل ذلك كانت هنالك رايه من المساعد الثاني تشير بحاله تسلل بشار نوفل اللي رفع رايته وبالتالي جاءت الصافره. جماهير الزاخوليه وقفت وتركت مقاعدها، كانت تمني نفس بان تختم الشوط الاول بهدف، لكن محمد جواد كان في وضع التسلل وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة دفاعات الطلاب. أمامية تعود يوصل الملعب الاندفاع، فرانك سيدريك تحصل على خطأ. تصادم والحوار المستمر ما بينه وما بين مرتضى علي. خطأ هيليو مونتيرو. أمامية من هنالك الاستقطاب حميد حاجي بالقميص 16 يريد المرور لكن بذكاء استعادها زيد تحسين وعادت هذه لعلي خليل او ستيفن بافور بالقميص 11 تحصل عمر طلابيه. من هنالك اخطر الموج الازرق بدا ياتي بخطورته، بدا يتقدم الطلاب ولكن لم تكن هنالك لغه الانسجام والتفاهم حاضره من علي خليل ومدافعه حمزه عدنان في اللقطه الماضيه. بالكعب هي لعبتها صحيحه ذكيه لكن تاخر الطرف الاخر لم يتقدم وياتي بالاسناد، لم تقرأ ولم تفهم من الزميل بالتالي مرت إلى رمية جانبية طلابية. من هنالك 40 دقيقة، ندخل في الدقيقة 41 ولا زال التعادل السلبي حاضر ما بين الفريقين. تصل من مشعان أمامية على الجهة القريبة أحمد خالد المندفع في هذه اللقطة لكن كرته كانت بعيدة ومرت إلى رمية جانبية. تماس أركان أمير يبحث عن اسناد زملائه اللاعبين الاحتياط لنادي الطلبه، بداوا يجرون عمليه الاستحماء استعدادا للشوط الثاني من اجل اجراء التغييرات. لا نريد التغييرات فقط على مستوى الاسماء وطريقه اللعب، بل نريد التغيير على مستوى النتيجه حتى نرى الفرحه سواء كانت هنا او هناك، ولكن هنالك يبدو لي تدخل. سلامات لزيد
اللي تعرض لتدخل وبالتالي يشكم إصابة ساقط على أرض الملعب. هنالك تدخل من يحل هذه النزاعات ويهدي الأمور حكم مباراة تاوانا. سلامات يبدو لحمود مشعان هو اللي ساقط على أرض الملعب في اللقطة الماضية، أو عفوا لم يكن حمود بل كان علي خليل الجناح الأيسر عائد في هذه اللقطة لخط الظهر من أجل الإسناد مع الزملاء، وبالتالي خطأ لمصلحة نادي الطلبة. زيد تحسين آخر أقل من ثلاث دقائق على شوط المباراة الأول، زرقاء خطيرة، طلابية تلعب ولكن حسين منذور لعب الارتكاز في الإبعاد، عادت طلابية أخطر على الجهة اليمنى في الدقائق الأخيرة للشوط الأول. من هنالك يبحث ستيفن بافور وأسعد وعلي خليل، ثلاثي خط المقدمة الطلابي في ظل العديد من الغيابات بالنسبة لنادي الطلبة. أمامية ترسل يبحث من خلالها أسعد لأحمد خالد أمامية، ولكن هنالك خطيرة طلابية يبحث من خلالها ستيفن بافور لكن مرت إلى خارج أرض الملعب. طلاب في شوط المباراة الأول نشاهد خطورة لكن ليس نعم الخطورة الحقيقية وليست تلك الخطورة التي تولد الأهداف. كراتهم خجولة على الأغلب، بينما حتى الآن أخطر كرة كانت في المباراة هي فرصة حسين منذور من خلال الضربة الركنية في بداية الشوط الأول التي أهدرها حسين منذور ومرت إلى خارج أرض الملعب. سواها لم نرى الخطورة الحقيقية، نشاهد الهجمات ولكن لم تكن تلك التي ترضى طرف الفريقان وعشاقهم، وبالتالي عند حسين منذور في خط الوسط يتحصل الطلاب على الرمية الجانبية. أحمد خالد الوقت الأصلي متبقي دقيقة وينتهي، كم سيكون الإضافي في شوط المباراة الأول؟ مرتضى علي حضر كرته لعمر عدنان، ومن عمر أمامية لمن؟ هل يكون أسعد أم ستيفن بافور؟ يطالب بخطأ لكن البرازيلي بذكاء تركها إلى خارج أرض الملعب. هيلو مونتيرو ضربة مرمى لعماد عيسى، عماد يحاول تهدئة الأوضاع، يمتص ضغط وحماس الطلاب، يريد نهاية الشوط الأول بهذه الصورة، ياخذ كامل وقته بتحضير كرته ومن ثم يحتمد بإرسال الكرات الطويلة لزملائه. أمامية طويلة في خط المقدمة، هنالك الإبعاد، حمود مشعان عادها في وسط الملعب، يبحث سيدو ولكن أوليفيرا كرته عادت في وسط الملعب. فيتور سيلفا يبحث عن من؟ سيدريك بالقميص 99 يشكل خطورة ويسبب أيضا قلق على مستوى الجهة القريبة لدفاعات نادي الطلبة. من هنالك الإبعاد، سيلفا قصيرة، أسعد بالهجوم اللي يقدم على الجهة القريبة يريد المرور لكن أركان أمير خلص كرته إلى خارج أرض الملعب. تماس طلابي الشوط الأول في طريقة للنهاية، ولكن هل ينتهي بهذه الصورة أم هنالك خبر سار سيأتي للأزرق؟ هذه الكرة من أسعد حضرها لأحمد خالد، عرضية تلعب خطيرة ولكن أيضا الإبعاد من الدفاعات الزاخولية. ندخل في الدقيقة الأولى في الوقت بدل من ضاع. زيد تحسين كرته برأسه يؤمنها لدولوفان مهدي، دولوفان أيضا لا يريد أن أشاهد الأضرار في شوط المباراة الأول وخصوصا في هذا الوقت الحرج. كرتة لعبها طويلة من هنالك لعلي خليل لكن استقبال خاطئ، استعادها نادي زاخو، محمد جواد يتعرض لتدخل من الخلف وبالتالي خطأ على زيد تحسين لمصلحة نادي زاخو. خطأ في وسط الملعب، هل يفعلها زاخو في الدقائق واللحظات الأخيرة لشوط المباراة الأول؟ أصحاب الأرض ربما يفاجئون الجميع بالوقت الأخير بالنسبة للشوط الأول. هيليو مونتيرو المتخصص في الكرات الثابتة من المسافات البعيدة البرازيلي، هل يأتي بالفرحة لزاخو؟ من هنالك أمامية، هذه حضرت ولكن أول الكرات من محمد جواد التي تلعب ما بين الخشبات الثلاثة
لكن كانت خفيفة وسهلة بمتناول الحارس تولافان مهدي. حبايب زاخو الطلاب في ملعب زاخو حتى اللحظات الأخيرة. ستيفن بافور لم يجد نفسه مع علي خليل في خط المقدمة، كل محاولاتهم لا تجدي بثمر. ينطلق ستريك مرور من هنالك، لكن برافو دولافان مهدي، قراءة للموقف صحيحة وخروج موفق، أنقذ كرته وبالتالي أمنها بأحضانه، وأيضا يريح لاعبي من أجل التمركز وأخذ الأماكن بالصورة الصحيحة. دولافان صاحب 31 سنة أرسل كرته أمامية تعود في وسط الملعب. مرتضى علي مع تريسين يانك، حضرها لأسعد أمجد ومن أسعد إلى هيليو مونتيرو. مونتيرو بدورة أمامية وطويلة تعرب وتقدم عند أقدام مرتضى علي، ومرتضى بدورة بمصلحة من؟ هنالك جاءت متابعينا مشاهدي شاشة قناة شباب سبورت اتش دي 1 في كل مكان. صافرة حاكم المباراة تعلن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي ما بين الفريقان. لا تذهبوا بعيدا، لنا عودة لكم مجددا بعد الفاصل. مشاهدينا متابعي شاشة قناة شباب سبورت، هذه عودة لاستكمال مجريات الشوط الثاني بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. الآن يبدأ مبكرا نادي زاخو بتغييرين. كابتن عبد الوهاب بلهيل يبدو يريد تحقيق الانتصار قبل فوات الأوان، بالتالي لوكاس سانتوس اللي أمامنا بالقميص 10 يشترك مع ياسر قاسم أيضا بالقميص 5 يشترك لنادي زاخو. التغييرات قبل انطلاق الصافرة من خلالها يريد تحقيق الانتصار قبل الذهاب لركلات الترجيح. انطلقت صافرة البداية لشوط المباراة الثاني، والذي من خلاله سنتعرف على هوية من سيضمن التاهل لدور 16 في منافسات كأس العراق. تغييران بالنسبة لعبد الوهاب بلهيل، بينما بنفس الأسماء يدخل السيد قحطان شثير مدرب نادي الطلبة. ضربة مرمى لدولوفان مهدي حارس مرمى الطلاب. شوط أول كان سلبي النتيجة، فقير فنيا، لكن من خلال الشوط الثاني وتغييرات المدربان يريد أن تتغير الحالة والصورة. كرة تلعب على الجال قريبة، علي خليل أراد الانطلاق لكنها قطعت، وبالتالي التوجيهات مستمرة عبد الوهاب بلهيل واشتراك لياسر قاسم الذي سجل الهدف الثاني في الوقت القاتل في المباراة السابقة في منافسة الدوري في هذا الملعب، نعم في مرمى الطلبة بأقدام ياسر قاسم. مرور علي خليل تلاعب بالمدافع ثم تغيير الاتجاه، يأتي بالعرضية ستيفن بافور سدد ولكنها عادت من هنالك عن طريق الدفاعات الصفراء، استبعدها وعادها وأمن الموقف في اللقطة الماضية. محاولات زرقاء يبدي من خلالها نادي الطلبة، حمزة عدنان بعرضية تأتي ولكنها خجولة مرت إلى خارج أرض الملعب. الأزرق يدخل في شوط المباراة الثاني بضغط والعب الكرات الجانبية، دائما يريد الاستفادة من الكرات العرضية، يعتمد على من يقوم بإرسال الكرات الرأسية. ياسر قاسم بأول لمسة للكرتة لعبها لكن عادت من هنالك، سدريك تستقطع وتعود. زرقاء في خط الوسط يبحث عمر عدنان من خلالها الوصول لخط المقدمة عن أسعد وعن ستيفن بافور، لحقها هذه الكرة زرقاء لكن برافو المدافع أركان أمير مع سيلفا، إبعاد وتنظيف المساحات أمامية لكن تقطع عن طريق من؟ حمود مشعان المدافع اللي أرسل كرته لخط الأمام، ومن هنالك
لم تكون ناجحة وتمريرة لم تصل بسلام لأسعد أمجد، وبالتالي مرت إلى خارج أرض الملعب. قميص سبعة أمجد أسعد اللي حاول أكثر مرة في شوط المباراة الأول بإرسال كرات العرضية لكنها لم تجدي بثمر. القادم من السماوة، السماوة اللي ودع دورينا وهبط إلى دور الدرجة الأولى في الموسم الماضي. تماس أحمد خالد يستعيد كرته لمرتضى علي، مرتضى لأحمد، نقلات زرقاء تصل لعمر عدنان فقدها وعادت. ياسر يبحث عن زملائه، يتقدم لخطوط الأمام، من شيفان جميل يحضرها للبرازيلي برونو أوليفيرا لكنها عادت من هنالك، تحضر لسيدريك على المنطلق من الخلف، أركان أمير، عرضية صفراء ترسل ولكن الإبعاد حاضر عن طريق حمود مشعان، ثم مرتضى علي بدورة يرسلها إلى خارج أرض الملعب. رامية جانبية لأبناء زاخو، أركان أمير يأتي بكرته يحضرها لكن أيضا تستقطع عن طريق الدفاعات الزرقاء. أمجد أسعد في تصادم بالرأس، حكم يشير بالاستمرار. صفراء ياسر قاسم عنده مساحة ليسدد هذه الكرة لكن أبعدت عن طريق حمزة عدنان إلى خارج أرض الملعب. سلامات أمجد أسعد يسقط على أرض الملعب يشكو من إصابة. أول خمس دقائق شوط المباراة الثاني، زاخو أزرة تغييران، سانتوس مع ياسر قاسم بينما لا زال بنفس الأسماء السيد قحطان كثير. سلامات لأمجد ليسقط على أرض الملعب، ينهض وبكروح رياضية أركان أمير، أعاد الكرة للطلاب وبالتالي ضربة مرمى عند دولوفان مهدي. دولوفان وعماد عيسى في مواجهة، الاثنان يبحثان عن نظافة الشباك في مباراة اليوم، ولكن من يا ترى سيقص شريط الأهداف؟ الهدف الذي غاب ساعة كاملة أو ساعة إلا عشر دقائق، يعني 50 دقيقة بالتمام والكمال مرت ولم نرى حتى الفرص الحقيقية سوى هجمة أو هجمتين كانت في شوط المباراة الأول. كرة عند البرازيلي برونو أوليفيرا أرسلها في خط الوسط يبحث عن خطأ محمد جواد في تصادم بالرأس وبالتالي ضربة حرة لمصلحة نادي زاخو. توانى في حوار مع علي خليل الاحتجاج على اللقطة الماضية لكن محمد جواد اللي حاول ولكن كان الاصطدام بالرأس وبالتالي خطأ لمصلحة نادي زاخو في وسط الملعب. هل يستفيد من الكرات الثابتة نادي زاخو؟ ودائما هيلو مونتيرو من يقف على كرته، هل يتركها لياسر قاسم أم لا؟ برونو ليما هذه المرة تركها لبرونو أوليفيرا المحترف البرازيلي. البرازيليين معروفين بتنفيذ الكرات الثابتة، جينينيو، رونالدينو، روبرتو كارلوس، كل هذه الأسماء البرازيلية التي كانت خصيصة بتسجيل أهداف للكرات الثابتة. هل برونو أوليفيرا يفعلها لزاخو؟ ترسل بالمباشر أم كرة عرضية؟ عرضية تلعب خطيرة ولكن الإبعاد الأزرق حاضر في خط الظهر، عادت لياسر قاسم. من ياسر قاسم إلى من؟ أركان أمير، ومن أركان بدورة إلى عماد عيسى. عماد بمبدأ الأمان والسلامة يعيدها طويلة أمامية من هنالك من حمزة عدنان، عادت في الوسط زرقاء أو صفراء لا زالت محتارة ما بين هذا وذاك، مع من ستسير؟ مع من ستسير في مباراة اليوم؟ زاخو اللي راح يواجه في منافسات الدوري الكهرباء في ملعب التاج، والطلبة في منافسات الدوري سيواجه في المباريات القادمة نادي النفط في ملعب الشعب. الفريقان ستتوجه قافليتهما إلى من؟ إلى العاصمة بغداد، ولكن من سيحمل بحقيبته 3 نقاط والضمان بالتأهل إلى دور 16 في كأس العراق؟ اليوم التفكير في الكأس، صفحة الدوري منطوية ستفتح بعد نهاية هذه المباراة. مرتضى علي يتقدم في خط الوسط، سحب، الحكم يأتي بالاستمرار، تعود من هنالك البحث من إدريس إنيانك على من؟ ستيفن بافور، ولكن ستيفن أمام حارس المرمى عماد عيسى اللي حتى الآن
يحافظ على سلامة شباكه. 52 دقيقة، من في الأخير يروي لنا حقيقة هذه القصة، ومن في الأخير يرسم الفرحة والبهجة في نعم أوجه عشاقه. ياسر أمام عمر، من عمر إلى أحمد، تعود لدريسن يانج. دريسن يانج السنغالي وصل كرته، من هنالك عنده زميلة مرتضى علي، من مرتضى إلى من؟ استقرت لدريسن يانج. دريسن يانج يبحث عن أمجد أسعد، أمجد على الجهة اليمنى، عادها لأحمد، ومن أحمد خالد أمامية وطويلة، تحضر ستيفن بافور لكن استقباله ضيقوا عليه الخناق، هذه خطيرة زرقاء. أمجد، أمجد جول، ضاعت على الطلاب، ضاعت على الطلبة عن طريق أمجد أسعد، كان بإمكانه وقريب على بعد خطوة واحدة أن يأتي بالسعادة وأن يأتي بالمجد لنادي الطلبة، لكنه تأخر تأخر تأخر، وبالتالي تقدم حارس المرمى عماد عيسى وأنقذ مرمى نادي زاخو من كرة هدف محقق. ضاعت فرصة التقدم وضاعت أخطر فرصة بالنسبة لنادي الطلبة في شوط المباراة الثاني. بوادر الانتصار وحرارة حماس الفريقان بدأت تظهر شيئا فشيء دقيقة بعد دقيقة، والآن شاهدنا أخطر فرصة للطلاب ضاعت بعد استقبال وعمل ومجهود فردي من ستيفن بافور، حضرها لأسعد أمجد أسعد، لكن أمجد أسعد لا يسعد العاشق الطلابي اللي قاطع المسافات من بغداد إلى شمال العراق الحبيب حتى يعود فرحا، حتى يعوض المباراة السابقة، لكن يأمل بأن يعوض أمجد في الدقائق القادمة. تعود لمرتضى علي، زرقاء والخطر يبدو بدأ يحضر والقلق بدأ يسيطر على من يحضر في المدرجات. الكرة الماضية كانت أقرب للهدف، تعويض هل يكون أم ستكون هنالك العقوبة من أبناء زاخو؟ أمامية تحضر، أمجد يتحصل على الخطأ هناك في الجهة البعيدة، خطأ لمصلحة الطلاب. أحمد خالد وحمزة عدنان من يقف على مهمة التنفيذ لهذه الكرة الثابتة، طلابية في مكان جيد، هل تلعب على الرأس؟ هل تستغل؟ هل وهل وكم من هل طرحت؟ لكن ما من مجيب، المدافعين في حذر والمهاجمين في ترقب، هذه الكرة خطيرة ولكنها زيد تحسين لم يستحسن التصرف فيها، بل كانت هي أسرع وأقوى، مرت إلى خارج أرض الملعب. زيد تحسين ارتقى فوق الجميع و مرة من المدافعين، لكن كرته لم تلبس برأسه بالمباشر بل كانت قوية، كرة حمزة عدنان مرت إلى خارج أرض الملعب. المدافع المتقدم في هذه اللقطة عماد عيسى، وفي شوط المباراة الثاني في العشر دقائق الأولى نشاهد الطلاب حتى الآن هم الأخطر هم الأفضل، ولكن لمستوى السيطرة ضياع هذا لا يعني بأنه سيحقق الانتصار، يعني بتحقيق الانتصار من يضع الكرات في الشباك. الكرة تعود لخط الظهر، حمزة عدنان بالمباشر ليتأنى حكم مباراة الرابع، يطلب من عبد الوهاب والهيل تهدئة الأوضاع والعودة في المكان المحدد له في مربع المدرب أمام قحطان كثير، يطلب اندفاع لاعبين خطوط الأمام، وحمزة عدنان بالمباشر يعيدها، ابعاد خاطئ عادت من هنالك لزيد صاحب المحاولة الأخيرة، تماس للطلاب الطلبة في ظل بداية العام الدراسي، هل يكون بداية عام جديد للطلبة ويغير ما كان عليه في الموسم السابق الذي كان على بعد مباراة واحدة أن يهبط إلى دور الدرجة الأولى بعد أن حقق في المباراة الأخيرة في الموسم الماضي انتصار بهدف واحد مقابل لا شيء على نادي الكهرباء، سجل عن طريق اللاعب علي كريم اللي يجلس اليوم على مقاعد الاحتياط. اليوم ومع بداية العام الدراسي الجديد، هل ينجح الطلاب ويعبر لمرحلة قادمة؟
مرحلة الكأس التي لابد أن يكون فيها منتصر، والتي تلعب بنظام التسقيط الفردي. لم تكن هنالك مباراة ذهاب وياب، بل اليوم حتى إن استمر التعادل فهنالك ركلات الترجيح هي من تعرفنا بهوية من يضع القدم في دور ال 16. تعود من حسين منذور، قطعته من هنالك المرور، لكن يبدو خطأ وصافرة. أركان أمير يشكو من إصابة، ساقط على أرضية الملعب. سلامات لأركان أمير. ندخل في الدقيقة 60، قربنا ونقترب شيئا فشيئا من الدقيقة 60. نصف ساعة لعب متبقي، قضينا من الشوط الثاني ربع ساعة، وننتظر ماذا يخبئ لنا شوط المباراة الثاني. هل هنالك شيء تحت أقدام اللاعبين في ملعب زاخو؟ المباراة السابقة الشوط الثاني كان مغير وحضرة الأهداف، اليوم حتى الآن التعادل السلبي هو من يحكم في أرضية زاخو. من هنالك لوكاس سانتوس، حضر كرة سيفين ولكن كرته قطعت، عادت من حسين منذور، استقبلت للبديل لوكاس سانتوس، كرته وصلت لأركان أمير، لكن اللقطة الماضية كان تدخل بقوة، لكن الكرة كانت عند زاخو فالحكم اعتبر مبدأ إفادة واستمرار اللعب. عود أركان أمير مع فاعل حاضر محمد عبد الكريم في اللقطة الماضية. محمد عبد الكريم القميص 3، مدافع في صفوف زاخو اللي جاء من نادي الزوراء وبدأ مشواره في كرة القدم من ناشئين الكرخ، ثم انتقل لشباب الزوراء، تسلسلا وصل للزوراء ولعب في موسمين مع نادي الزوراء، لكن في بداية هذا الموسم فضل الانتقال بتجربة جديدة مع نادي زاخو. صاحب 21 سنة من مواليد 2000 محمد عبد الكريم. تماس لمصلحة نادي زاخو. أوليفيرا، برونو، كورتا أمامية تبعد من حمزة، تصل من هنالك مجددا ياسر قاسم لاعب خط الوسط، كورتا أمامية طويلة لكن أقرب لمرتضى علي، بهدوء يسيطر على كورتا، يجري لخطوط الأمام يبحث عن الجناح الأيمن اللي لم يجد أمامه، وبالتالي سرعان ما قطعت وعادت. أوليفيرا حضر كورتا لشيفان جميل، ومن شيفان تعاد لخط الظهر هيليو مونتيرو. مونتيرو لأركان أمير، وأركان بكرة طويلة حضرت ولكن تعاد هذه الكرة عن طريق ياسر قاسم، لكنها أيضا تستقطع من عمر عدنان. من عمر إلى أحمد خالد، من أحمد إلى من؟ أمجد أسعد، لكن أركان أمير يقدم مباراة ممتازة حقيقة، يقوم بقطع كل الكرات القادمة صوب الجهة البعيدة. صفراء من هنالك، يبحث فرانك سيدريك على مساحة ولكن خطأ يبدو لتاوانا أشار به بمصلحة نادي زاخو مع بطاقة صفراء. بطاقة صفراء تشار على أمجد أسعد وهي الثانية في المباراة. شاهدنا البطاقة الأولى في شوط المباراة الأول على عمر عدنان، الآن تشهر ثاني بطاقة في المباراة على أمجد أسعد وأيضا لاعب نادي الطلب. سلامات لأركان أمير، تعرض لتدخل في اللقطة الماضية، خطأ لزاخو إذا استغل ويأتي بهذه الجماهير التي حاضرة بكثافة بمدرجات ملعب زاخو الدولي. برازيلي هو المونتيرو، مونتيرو كرة طويلة أمامية راسية من محمد جواد، ولكن هنالك الأقرب إدريس سينيانك المحترف السنغالي، أرسل كرة لكنها قصيرة المدى وصلت لعمر عدنان، هنالك تستقر عند الجهة اليمنى، تدخل بقوة وأحمد خالد يتحصل على الخطأ لدفاعات نادي الطلبة. خطأ مرتضى علي اليوم بأدوار دفاعية تحت تعليمات المدرب قحطان كثير، لأن المباراة السابقة تلقوا الأهداف، فاليوم أراد أن يخلق مناطق خط الظهر. يترك المباراة المحترف الغاني ستيفن، أو لا ستيفن باقي، هذا علي خليل بالقميص 17 الموسم الماضي كان مع السماو، أيضا يترك المباراة أمجد أسعد، أيضا الموسم الماضي كان مع السماو. تغييران
بالتغيير المزدوج. علي صلال بالقميص 18 يشترك اول البدلاء، ومع تغيير اخر ايضا زج به قحطان كثير في خط المقدمة. الكرة التي تلعب من هنالك اشترك ايضا بالقميص 9 زياد كأول او ثاني تغيير بالنسبة لقحطان كثير. زياد احمد الموسم الماضي كان مع نادي زاخو، واليوم هي ثاني مباراة الى امام فريق السابق. المباراة الاولى كانت في الاسبوع الماضي، وهذه المباراة هي الثانية. غادر علي خليل وامجد اسعد القادمون من السيماو، تغييران بتغييران. ابو الهيل مع قحطان كثير، الاثنان قاموا باجراء تغييران، كل منهما يتبقى له ثلاث تغييرات. ولكن مع هذه التغييرات هل نرى التغيير على النتيجة؟ هل تحضر الأهداف؟ أم أن الحل الوحيد لموقعة زاخو اليوم هي ركلات الترجيح؟ لكن تبقي ما يكفي من الوقت للفريقان بتسجيل أهداف وأهداف. لا أريد أن أسبق الحديث وأتحدث في المستقبل. علي صلال هو الكرات أمام أمير، ولكن القطع لأركان أمير، وبالتالي يتحصل على خطأ لدفاعات نادي زاخو. خطأ لدفاعات نادي زاخو. أمامية ترسل، هذا التحضير. لوكاس سانتوس دخل في منطقة العمليات، يأتي بكرته ولكن طالت عليه، وبالتالي مرت إلى خارج أرض الملعب. تزحلق في اللقطة الأخيرة وطالت هي، وبالتالي مرت ضربة مرمى لدولوفان مهدي، مرت إلى خارج أرض الملعب. دولوفان مع عماد عيسى، الاثنان يحافظا على سلامة الشباك طيلة الخمسة وستين دقيقة. أول تغييرات قحطان كانت تغييرات هجومية من خلال اشتراك علي صلال وزياد أحمد في خط المقدمة، مع نعم خيار الإبقاء لستيفن بافور المحترف الغاني. حمزة عدنان حضر كرته، زياد بأول كراته، ستيفن بافور يسدد لكن تسديدته بعيدة بعيدة بعيدة، ذهبت من هنالك إلى خارج أرض الملعب. طلبة بطل لمرتين في موسم 2002 و2003، والمباريتين كانت في 2002 و2003 هي يحقق الانتصار أمام الشرطة بهدف مقابل لا شيء. بطل في 2002 على الشرطة بهدف مقابل لا شيء، بطل في 2003 على الشرطة هدف مقابل لا شيء. بينما وصيف لست مرات في موسم 80 خسر من الزوراء بهدف مقابل لا شيء، بال81 خسر من الزوراء 2-1، بال82 خسر من الجيش بهدفين مقابل هدف. من هنالك الحوار الأصفر لخط المقدمة، لكنها قطعت عن طريق أصحاب القمصان الزرقاء، واستعادها سريعا علي صلار. مر وتقدم لكنه نعم أراد المطالبة بخطأ، لم يحصل ما كان يريد، وبالتالي استقبال غير خاطئ، ثم العودة لحمزة عدنان يتركها إلى خارج أرض الملعب. بينما في موسم 93 أيضا خسر الطلبة نهائي الكاس أمام الزوراء بهدفين مقابل هدف، وفي 94 أيضا أمام الزوراء بهدف مقابل لا شيء. بينما الوصيف الآخر في موسم 98 أيضا أمام الزوراء كانت بهدف مقابل لا شيء، لكنه حقق الكأس مرتين على الشرط. زاخو يريد الوصول بعيدا في هذه المنافسة، يريد أن يقدم موسم مميز بقيادة القادم من الأنصار اللبناني عبد الوهاب الهيل ولد القيثار، لكنه مدرب زاخو. ضربة مرمى عند عماد عيسى، عماد يحضرها لهيلو مونتيرو اللي بدورة أرسلها طويلة، من هنالك تحضر عن طريق سيدريك، يصل لوكاس سانتوس البرازيلي، حضر ثم استقبل، لكنه اضطر بالعودة للغزارة الدفاعية الحاضرة. عادت مجددا بروني أوليفيرا يسدد، ولكن
الى خارج ارض الملعب. محاولة البرازيلي برونو اوليفيرا، اكثر من ثلاث محترفين برازيليين حاضرين بقمصان نادي زاخو، والمحترف الكاميروني ايضا فرانك سيدريك في خط المقدم. دولوفان نادي يبدو يشكو من آلام على مستوى القدم، توانا يذهب من أجل سلامته. الموسم الماضي طلب احتسب خاسرا أمام نوروز بثلاثة مقابل لا شيء لعدم حضور المباراة، بينما زاخو في دور 32 فاز على الأمواج الموصلي بأربعة مقابل واحد، وفي مباراة دور الـ16 الصناعات انسحب من المنافسة، فاعتبر زاخو منتصر بثلاثة مقابل لا شيء، وخسر مباراة الربع نهائي أمام القوة الجوية بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، خسر بركلات الترجيح. اليوم هل يسير لركلات أم هنالك كلام ينتظرنا، أم هنالك مفاجأة قادمة في الدقائق الـ20 للمتبقي؟ تلعب بالرأس، سانتوس يشكو من إصابة، ساقط على أرضية الملعب. سلامات، ولاحظ أحساب قحطان كثير، يشتت الكرة وأيضا الكادر الفني بأجمعه لنادي الطلبة في احتجاج واحتراض واضح. سلامات للوكاس سانتوس، كادر التدريبي بأكمله مع لاعبي الاحتياط لنادي الطلبة، يحتج على القرار في اللقطة الماضية. سلامات للوكاس، تغيير آخر، ياسر نعيم يستعد للدخول، القميص 16 نشاهده ومع بطاقة صفراء على قحطان تشيفي، بطاقة عند الدقيقة 70. سلامات سانتوس ينهض من أجل استكمال مجريات اللقاء، وياسر نعيم للعب للكرخ والصناعات الكهربائية والكهرباء وبغداد، ثالث البطاقات التي يشركها قحطان كثير. من سيترك المباراة؟ عمر عدنان بالقميص 55، عمر يترك المباراة القميص 55 ولتلقى بطاقة في الربع ساعة الأول من شوط المباراة الأول. ثلاث تغييرات يجريها قحطان كثير مع تغييران لعبد الوهاب والهيل، خطأ والبرازيلي برونو أوليفيرا، هل يأتي بالفرحة ويضع قحطان كثير في حيرة؟ برونو أوليفيرا ينتظر إشارة توانا، ومن تأنى نال في الأخير الثمر. يشترك ياسر نعيم مع أول قدومه في كراته، يتلقى الكرات وينتظر برونو أوليفيرا إشارة حاكم مباراة حتى يأتي بالعرضية التي ينتظرها عشاق نادي زاخو. حاكم مباراة الرابع أحمد محمد عسكر بحوار مع حائط الصد المتكون من لاعب واحد ستيفن بافور المحترف الغاني. تأخر وانتظار، والجماهير تقف على نار تريد اليوم تحقيق الانتصار. لم يملك الفريقان غير خيار غير تحقيق الانتصار. برونو أوليفيرا أخذ كامل وقته، هنالك صراع ما بين الدفاعات، هذه تلعب بالرأس لكنها إلى خارج أرض الملعب، ضربة ركنية. ياسر صفاء قاسم لاعب المنتخب الوطني السابق، احترف ولعب في الدوري الإنجليزي على مستوى دوري الدرجة الثانية، وأيضا لعب مع الأندية السويدية في الدوري السويدي بالقميص 35 سنة، يقف على كرته زاخولية صفراء بمواجهة الدفاعات الزرقاء. من في الأخير يجلب الانتصار؟ 19 دقيقة متبقية كفيلة بمعرفة هوية بطل موقعة زاخو. ياسر قاسم يأتي بعرضية خطيرة ترسل برازيليا، جول! أخطر مكانه يقدم المدافع هيلي مونتيرو، هو الكرات الرأسية
عندما يحضر ويتقدم في الكرات الثابتة هو أكبر خطر يشكله على دفاعات الطلاب الكرات الرأسية. لكن كانت هناك مضايقة ما بينه وما بين زميله المدافع الآخر ومرت بسلام على مرمى دولافان في حوار وعتب ما بينه وما بين دفاعاته. كيف يترك؟ نعم هيل مونتيرو اللقطة الماضية وحيدا، لكن لولا مضايقة زميله لشاهدنا أول الأهداف، وبالتالي مرت بسلام على مرمى الطلبة. تعود في خط الوسط أمامية ترسل كرات الرأسية، التحضير ثم التشتيت هو أفضل وسيلة من أجل تفادي الأخطاء. منذور في صراع على كرته، تصادم مع سانتوس ولكن يتحصل على التماس لوكاس سانتوس. والهيل لم يعرف الجلوس حتى الآن، يعرف تماما بأن الطلاب قادر على التقدم للأمام في أي كرة في أي ظرف في أي لحظة، وباستطاعته أن يسجل، لذلك لا يريد تهدئة الأوضاع من قبل المدافعين. سلامات في تصادم زيد تحسين مع محمد جواد والسقوط على أرضية الملعب. سلامات لزيد ومحمد جواد، تلاحمات كثيرة ومستمرة اليوم من محمد جواد والصراع المستمر مع دفاعات الطلبة. هل يستمر الصراع ودي أم في الأخير سيصبح ندي وتحذر من خلال أهداف محمد جواد؟ الحوار خارج أرض الملعب ما بين حاكم مباراة الرابع ومشرف المباراة، لكن دخول الجماهير الزاخولية لأرضية الملعب، دخول الجماهير لأرضية الملعب، وهنالك نعم أمن الملاعب من يقوم، لاحظ العناق أحد المشجعين مع أركان أمير العاشق الزاخولي، العناق مع أركان أمير يريد تحقيق الانتصار. هذه ستعطي شحنة معنوية، ستعطي دفعة للاعبي نادي الزاخو من أجل تحقيق الانتصار. قوات الأمن الحاضرة في ملعب زاخو من أجل تهدئة الأوضاع والسيطرة على ما يحدث هنالك في المدرجات. أمامية طويلة 75 دقيقة، محمد جواد هل يمر من أمام مشعان؟ ولكن مرتضى علي يقوم بأدوار دفاعية حقيقية، يؤدي كل ما كان من حوار من قحطان كثير لمرتضى علي، الالتزام في خط الظهر ولا يتقدم لخط المقدمة حتى لا يترك ثغرة في خط الظهر. ترسل من سيدريك فرانك إلى سانتوس، هنالك من الكاميروني إلى البرازيلي، ثم إعتال عرضية خطيرة تلعب كول. لا 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 لا، هذه الكرات التي سيعاقب بخلالها نادي زاخو، أضاع بما فيه الكفاية من كرات رأسية وسط غفلة مستمرة لدفاعات الطلاب، لكن محمد جواد لم يحالفه الحظ فكرته مرت إلى خارج أرض الملعب. أكثر من كرة رأسية شاهدناها لنادي زاخو، لكن دفاع الطلاب في الكرات الهوائية يعاني، الدفاع الطلابي في الكرات العرضية والرأسية يعاني. وسلامات لدولوفان مادي يسقط على أرض الملعب يشكو من إصابة. سلامات لدولوفان مهدي، الربع ساعة الأخير اللي تبقى على الوقت الأصلي والحقيقي، إذا استمر الحال سيكون الحل هو ركلات الترجيح. طبعا في مواجهة الفريقان ال 15 السابق، 15 مواجهة ثلاث مرات احتسبت ركلة جزاء، طبعا في موسم 2018 كانت للطلبة محمد سعد سجلها المباراة التي انتهت 3-1 لمصلحة الطلاب، بينما ستار ياسين تحصل أيضا على ركلة جزاء وسجلها لزاخو في مرمى الطلاب في موسم 2018، وركلة الجزاء الأخيرة التي احتسبت كانت للطلاب في الموسم الماضي سجلها محمد جفال اللي الآن يلعب لمصلحة نادي الشرق. سلامات لدولوفان مهدي ساقط على أرضية الملعب يشكو من إصابة،
ينهض ويعود لاستكمال ما تبقى. الطلبة لم يذق طعم الانتصار على نادي زاخو منذ 3 سنوات. بطاقة صف على دولوفان مهدي يشهرها توانا على اعتباره عملية قتل الوقت عند الدقيقة 78. دولوفان مهدي يتلقى رابع بطاقة في المباراة، والأربع بطاقات كانت على الطلبة. أمجد أسعد اللي ترك المباراة، عمر عدنان أيضا ترك المباراة، وقحطان كثير، والآن دولوفان مهدي. أربع بطاقات تشهر والأربعة للطلاب. الكرة ترسل أمامية عالية وطويلة، تستقبل عند من؟ تماس عند حمزة عدنان. حمزة ولاحظ بالهيل يريد تماسك خط الظهر مع الوسط وخلق المساحات على ستيفن بافور وتريسن يانك والأسماء البقية. زياد أحمد مع علي صلاط منذ اشتركوا لم حقيقة نرى تغيير على مستوى الحال، حتى وان اشترك ياسر قاسم وسانتوس تغييران لأجراهم عبد الوهاب والهيل، لم نرى تغيير على نتيجة المباراة. ندخل ونقترب للدقيقة 80 لكن دون جدوى، دون أرقام جديدة، دون حديث جديد. لا زال التعادل السلبي يسيطر على موقعة ملعب زاخو. ستيفن بافور العائد في اللقطة الماضية لخط الظهر بعد أن عجز عن المرور من الدفاعات الزاخولية، الآن يتحصل على خطأ. وزيد تحسين في إرسال الكرة. 80 دقيقة بالتمام والكمال والتعادل السلبي قائم. من يفك الشراكة؟ أمامية طويلة لكن بذكاء تركها عماد عيسى إلى خارج أرض الملعب. طبعا آخر فوز لنادي الطلبة على زاخو كان في موسم 2018 في ملعب الشعب، انتهت 3-1 للطلبة. سجل في يومها مهند رزيج ومحمد سعد بالركلة الجزاء وأكرم جاسم، بينما سجل هدف وحيد لزاخو كان ستار ياسين. مرت لستيفن بافور يتقدم من هنالك الانطلاقة لكن أمامه الضغط الدفاعي وبالتالي يتحصل على خطأ. يعني منذ 3 سنوات ولحد الآن الطلبة لم يحقق الانتصار على نادي زاخو منذ موسم 2018، بينما آخر فوز لزاخو الأسبوع الماضي في منافسات الدوري. حمزة عدنان في وقت قد يجدي من خلال الثمر قحطان كثير. حمزة يأتي بالعرضية ترسل ولكن ترتطم بشيفان جميل حائط الصد. عادها حمزة ولكنها بأحضان حارس المرمى. طبعا اللاعب اللي مثل الفريقان وسجل في مرمى الفريقان، اللي مثل الفريقان وسجل في مرمى الفريقان ستار ياسين، لعب للطلاب وسجل ولعب لزاخو وسجل. يعني لعب لزاخو سجل في مرمى الطلبة، لعب للطلبة سجل في مرمى زاخو. هذه كرة زاخولية خطيرة سانتوس ولكن سانتوس لم يستحسن التصرف معها، استقباله كان غير جيد في اللقطة الماضية، طالت وبالتالي أقرب لها الحارس دولوفان مهدي. أقرب لها الحارس كان دولوفان مهدي. ويستمر نادي زاخو في إرسال الكرات العرضية، هي الحل الوحيد لإخطار مرمى نادي الطلبة. كل الكرات الخطرة لزاخو كانت عبر الكرات الطويلة والكرات العرضية. من هنالك أحمد خالد لا يمر وبالتالي يتحصل على رمية جانبية. تباس حاضر من هنالك، تحضير ثم الاستقبال. عادت لسيدريك وصلت لياسر قاسم يبحث عن خطأ، تدخل وصلت لمرتضى علي لكن قبل ذلك الخطأ لفرانك سيدريك وأركان أمير. زاخو يريد التقدم لخطوط الأمام، لا يريد الفريقان الذهاب لركلات الحظ ضربات الترجيح. حمزة عدنان وسيطر عليه ويرسلها بشكل طويل أمامية، تستقبل بالرأس تحضر عن طريق شيفان ولكن تدخل اللقطة الماضية على مرتين استقتال على الكرة. مار زياد أحمد تقدم ولكن عليه تدخل من محمد وأول بطاقة على لاعبي زاخو.
وهي خامس بطاقة في المباراة تشهر هذه المرة على محمد عبد الكريم مدافع اللي يحمل قميص رقم 3 والقادم من الزوراء. بطاقة صفراء الخامسة التي يشرها حكم مباراة تاوانا في مباراة اليوم. حمزة عدنان خصيص في الكرات الثابتة تحصل على الأخطاء الكثيرة. الطلاب هل يفعلها وينجح في امتحان الكاس؟ هل ياخذ الثار من زاخو؟ هل قحطان ينجح في مباراة اليوم؟ حمزة عدنان كرة طويلة أمامية في أعماق الدفاع لكن تستقبل من الدفاعات الزاخولية. لا زال الزرقاء سددت بالمباشر عادت صفراء والاستقبال من حمود مشعان. حفرت من هنالك الزرقاء ولكن المدافع محمد عبد الكريم في اللقطة الماضية ابعاد زرقاء تعود ولكن ايضا دون جدوى باحضان عماد عيسى. باحضان عماد عيسى الى البرازيلي على الجهة القريبة برونو اوليفيرا ارسلها طويلة يبحث عن سيديك ولكن من هنالك الوصول زرقاء عند من؟ عند خط الوسط في الاستقتال الحاضر اللقطة الماضية عن طريق ياسر ولكن هنا دريس انيانك في صراع على حامل الكرة مروة تقدم لكن ايضا عليه ضغط ياسر قاسم افتكاك الكرة لكنه بذكاء تحصل على التماس. برونو اوليفيرا دقائق الخمس المتبقية اراد المرور اوليفيرا لكن يرتطم بقوة نعم الغاني في اللقطة الماضية وهذا السنغالي دريس انيانك حضر كرته هنالك لعلي صلال منذ اشتراكه لم يظهر كثير لكن يبدو لي هنالك لاعب ساقط على ارض الملعب وبكل روح رياضيه اخرجها علي صلال لمشاهده محمد عبد الكريم يبدو لي يشكو من اصابه. سلامات لمحمد عبد الكريم يطلب التغيير يبدو لي غير قادر على استكمال ما تبقى من خمس دقائق على نهايه الوقت الاصلي والحقيقي لمباراه الطلبه وزاخو. سلامات محمد عبد الكريم اللي تلقى البطاقة في الدقائق الماضية القليل. مع الفريقان على بعد خطوة واحد من الآخر. زاخو الآن في على مستوى منافسة الدوري أتحدث في المركز السادس زاخو برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمتين ب 12 هدف ودخلت في شباك 8 أهداف بينما الطلبة يلاحقه بفارق نقطة بالمركز السابع 13 نقطة أيضا 4 انتصارات لكن تعادل وحيد وثلاث هزائم سجل 12 لكنه استقبل 9 أهداف. سلامات لمحمد عبد الكريم يحمل بالنقالة خارج أرض الملعب ربما نشاهد تغيير لنادي زاخو. هل محمد عبد الكريم يكلف عبد الوهاب والهيل تغيير اضطراري؟ هنالك صفراء زاخولية لكنها بكل روح رياضية تستعاد للحارس كولوفان مهدي. دولوفان كرته أمامية وطويلة ترسل للأمام لخطوط الزرقاء لكنها تستعاد زياد في التحضير ستيفن بافور مار ولكنها الكثرة غلبت الشجاعة في اللقطة الماضية. نشاهد زخم دفاعي في خط الظهر للاعبي زاخو. تستعاد ياسر نعيم للأمام التحضير يبحث كل البحث عن زياد أحمد. زياد اللي يعرف طرق زاخو ويعرف كيف يتجول في شوارع زاخو لأن الموسم الماضي كان مع زاخو لذلك يريد أيضا وبينما هنا محمد جواد يحاول لكن كرته إلى خارج أرض الملعب. محاولة محمد جواد مرت إلى خارج أرض الملعب لكن الحديث عن زياد أحمد في اللقطة الماضية لعب الكثير لزاخو وهو قادم من زاخو لذلك يعرف كل الطرق وكل نعم الاتجاهات في زاخو كي يمر صوب مرمى الحارس عماد عيسى لذلك كان الخيار الأفضل للمدرب قحطان كثير حتى يتلي بالزملاء على طريق نعم زاخو ويقتربون شيئا فشيء من الشباك ويسجلون أول الأهداف. الهدف الذي طال انتظاره
تغيير لزاخو، محمد عبد الكريم يترك المباراة، والقادم هو جيلان لقمان بالقميص 11، بينما التغيير الآخر فرانك سيدريك يترك المباراة، والاشتراك القادم عن طريق كايك أوليفيرا اللي سجل في المباراة السابقة. نعم، من سجلوا في المباراة السابقة كايك أوليفيرا وياسر قاسم، اشتركوا الآن بودلاء، هل يفعلها للمرة الثانية كايك أوليفيرا ويكون بديل ناجح مع اشتراكه مع جيلان لقمة؟ تعود زاخولية للأمام، ياسر قاسم بدورة يرسلها للأمام لكنها إلى خارج أرض الملعب، مرت إلى ضربة مرمى. جيلان لقمان اشترك بدلا من المدافع محمد عبد الكريم اللي بداعي الإصابة ترك المباراة، ومن يستكمل المهمة جيلان، بينما كايك أوليفيرا بدلا للكاميروني فرانك سيدريك. ضربة مرمى، ندخل في الدقيقة 89، آخر دقيقة ونصف متبقية على نهاية الوقت الأصلي والحقيقي. هل الركلات هي الحل أم هنالك هدف قاتل؟ الطلاب هل يفعلها ويعود لبغداد يصالح بها جماهيره، أم أن زاخو على أرضه لمرتين على التوالي سيحقق الانتصار؟ يبقى الحسم بعد صافرة توانة، نتعرف على من سيلحق بالمتأهلين، وهي أول مباريات بالنسبة لدوري ال 32. محمد جواد في عرقلة وخطأ، مرتضى علي يتحصل على خطأ يهدي من خلال الأجواء في الدقيقة الأخيرة. دولافان مهدي، كرتة لزيد تحسين بالقميص 23، أيضا قدم الأداء والواجبات الدفاعية وكل الأمور التي قدمت من قحطان شيفين. زيد أمامية وطويلة، كرتة يبحث عن زياد أحمد، تعود في خط الوسط ياسر نعيم إلى السنغالي إدريس نيانك، إدريس إلى مرتضى علي، مرتضى بهدوء لكن أرسلها أمامية، علي صلال براسه لكن علي صلال اصطادته المصيدة الصفراء ووقع في مصيدة التسلل، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي زاخو. خلاص الوقت الحقيقي للمباراة انتهى، 90 دقيقة بالتمام والكمان، ندخل في أول دقائق الوقت بدل منظار. جماهير الزاخولية بدأت تعج وتصفق وتحدث الأجواء هنالك باحثة عن هدف قاتل. ياسر قاسم لكن عادت من مرتضى، طويل البحث عن زياد لكن زياد وسط 4 أو 5 مدافعين، ماذا عسى أن يفعل؟ تراجع ملحوظ في هذه الدقائق للطلاب، وهذا التراجع قد يكلفهم الكثير. ياسر قاسم حذر من هنالك، الدقائق الأخيرة خطيرة زاخولية، لكن مرتضى علي في الإبعاد وينجح لأكثر من مرة في الأدوار الدفاعية. أركان أمير، كرة طويلة، محمد جواد عانى ما عاناه أمام الدفاعات الزرقاء، كايك أوليفير هنالك التحذير محمد جواد، ولكن برافو مرتضى مع مشعان في خط الظهر، ياسر نعيم ينظف المساحة، البحث عن علي صلال وصلال يتحصل على خطأ. توانا عثمان كم سيكون من خلال الوقت المقدر كوقت مستضاف حتى نسير لركلات الترجيح؟ إلا إذا كان لأحد الفريقان رأي آخر، من يا ترى سيأتي بالهدف الذي سيكون هو الأثمن والأغلى في مواجهة اليوم بالنسبة لزاخو والطلب؟ زيد تحسين بكل هدوء يريد قتل ونهاية الأجواء. علي كريم بالقميص 8 يشترك مكان من؟ مكان ياسر نعيم، ياسر نعيم اشترك قبل قليل واشترك كرار الآن، كرار يدخل، كرار محمد مختار يشترك بديلا ياسر نعيم اللي اشترك قبل قليل، يبدو خيار ركلات الترجيح، بينما علي كريم صاحب الهدف الغالي في الموسم الماضي اللي أبقى للطلبة في الدوري على نادي الكهرباء يشترك الآن كبديل مكان أحمد خالد المدافع الأيمن اللي فرك المباراة. 23 سنة لعلي كريم اللي بدأ
من الحسين، نادي الحسين، ولعب ايضا للكرخ، يشترك الان كمهاجم في صفوف نادي الطلع. كرار لاعب نادي الحسنين سابقا ولعب المنتخب الاولمبي، اشترك الان في صفوف نادي الطلبه. خيارات ركلات الترجيح واضحه لقحطان كثير، اشرك علي كريم استعداد لتنفيذ ركلات، بينما حمزه يبحث عن خطا، عادت صفراء تستقطع سريعه، كايك من هنالك التحذير زياد، لكن زياد هذه الكره كانت في المقدمه، استعادها لمرتضى علي، اماميه وطويله خطيره زرقاء، ولكن برافو حارس المرمى عماد عيسى يخرج من مرماه ويؤمن الكره، وبالتالي 93 دقيقه. يا من تتابع شاشه قناه شباب سبورت HD1 في كل مكان، والتعادل السلبي حتى الان يخيم على ارضيه ملعب زاخو الدول. تعود لمرتضى، مرتضى علي، اماميه وطويله، زياد احمد ما بين الزملاء في الموسم الماضي يعاني حتى الان ولم يجد طريق مفتوح يمر من خلاله لمرمى عماد عيسى. الوسط من علي الى سانتوس، وصلت لياسر قاسم، ياسر لا يمر، ثم العوده في خط الوسط، شيفان جميل، شيفان يبحث عن مكان، يزج به الكره، سانتوس باليسار البرازيلي، ولكن هنالك يبدو لي خطا، او قبل الخطا ماذا يدور هناك؟ نعم خطا، توانا يشير بخطا للوكاس سانتوس، خطا في مكان قريب، خطا في وقت قاتل، خطا قد يكون من اجمل الاخطاء واحلى لنادي زاخو اذا استغل وسجل. هل ياتي هدف زاخو القاتل في الوقت القاتل، ام ان دولوفان ورفاقه سينهون المباراه الى ركلات الترجيح؟ ننتظر، وعاشق نادي زاخو بدا يقلم الاظافر بالاسنان توتر، وعاشق الطلاب بدا يرتجف خوفا من هذه الكره، ما بين هذا وذاك تختلف الامنيات، هذا يتمنى ان تاتي في الشباك والاخر يتمنى ان تمر بردا وسلام على مرمى دولوفان مهدي. دولوفان امل برازيلي، هيريو مونتيرو، وياسر قاسم واركان، من سيختار المكان؟ دولوفان ام سيكون هيريو مونتيرو؟ ينتظر اشاره، تسديد، كره تلعب، جول، دولوفان مهدي انقذ شباكه من كره كانت ان تكون قاتله في اخر ثواني المباراه. ضغط زاخولي، ياسر قاسم، بدا الحماس الاصفر وبدا العزف في المدرجات. ياسر هل ياتي باليسر والسعاده؟ هل ياتي بالخبر السار؟ تستقبل دريسنيانك بكل هدوء يبعدها، وهكذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان يا من تتابعون شاشه قناه شباب سبورت، جاءت صافرة توانا عثمان لتعلن عن نهاية المباراة بالتعادل السلبي. سنذهب مباشرة إلى الحل الوحيد لمعرفة هوية بطل مباراة اليوم، وهي ركلات الحظ، ضربات الترجيح. بعد قليل سأعود لكم مباشرة.
المساعدي من أجل من سيتصدى أولا ومن سيقوم بتنفيذ أول الركلات. ويا مخطر ويا مصعب أول الركلات، حيث هي يا أما أن تسجل وتضع الثقة العالية في قلوب زملائك، أو تضيع ويجعل الأصدقاء يشعرون بالقلق. ما بين هذا وذاك ستتعرفون سوية بعد أن ينفذ أول الركلات. من سيتصدى، دولوفان أم عماد عيسى؟ هذه هي مواجهة الحراس، هذه هي مواجهة الحراس الأهم. ليست مهمة الحراس فقط لاعبين والحراس، لكن الحراس هم الأهم وهم العامل الأكثر تأثير في ركلات الترجيح، حيث من يتصدى للأكثر ينجح في الأخير ويرفع على الأكتاف محتفل مع زملاء. دولوفان يبدو سيقف منتظرا زميله، هل يسجل لاعب المنتخب الأولمبي صاحب 19 سنة كرار محمد مختار؟ اشترك بديل بمهمة تنفيذ أول الركلات أمام الحارس عماد عيسى. عماد أو كرار، هل ستتوفق أقدام كرار على أيادي عماد أم أن عماد سيقوم بالتصدي والإنقاذ؟ لاحظ جماهير زاخو بدأت تأتي خلف المرمى من أجل متابعة ما يحدث في ركلات الترجيح. ركلات هي الحاسمة في مباراة اليوم. لاحظ هنالك الصغار خلف المرمى، من يرفع الأيادي ويدعي، لكن يدعي لمن لا أدري. كرار أول الركلات أمام عيسى للأنيق، يبحث من خلالها افتتاح الشفرة لأول مرة تهتز كرة جول. جول أول الكرات بالعلامة الخضراء لمصلحة نادي الطلبة عن طريق كرار محمد. أول الركلات بسلام تمر للطلاب، ولكن في المواجهة المقابلة لزاخو الآن جاء دور من؟ هل لوكاس سانتوس؟ نعم، لوكاس سانتوس المحترف البرازيلي أمام دولوفان مهدي لمواجهة أولى حقيقية على بعد منطقة ركلة الجزاء. يسارية البرازيلي أم أيادي دولوفان مهدي؟ هل للتعادل وإضافة علامة خضراء في جدول ركلات الترجيح؟ دولوفان ولا سانتوس؟ برازيلية أو عراقية؟ لمن ستكون المحصلة؟ لكن في الأخير زاخو أم طلب كرة تقدم؟ ولكن جول بكل هدوء وكل برود أعصاب. لوكاس سانتوس بكل ثقة وضع دولوفان مهدي في جهة والكرة في جهة، وبالتالي أيضا علامة خضراء لمصلحة نادي زاخو. هدف مقابل هدف يسير معنا حتى في ركلات الترجيح التعادل، ولكن الركلات استمرت للثانية عن طريق من؟ أيضا البديل الذي اشترك علي كريم. علي كريم بالقميص 8 ينتظر إشارة اللعب، هل يأتي بثاني الأهداف للطلبة؟ علي يتقدم ثم يحط كرة بكل هدوء وببرود أعصاب، جمد الحارس عماد عيسى الذي وضعه في حيرة يمينا ولا شمال، بالتالي وقف في مكانه والكرة تسري بكل هدوء إلى داخل الشباك. ثاني أهداف الطلاب، هدفين مقابل هدف. الآن مهمة من؟ اللي اشترك كايك أوليفيرا، سجل هدف في وقت قاتل في المباراة السابقة على الطلبة في منافسات الكأس، ولكن في ركلات الترجيح كايك أوليفيرا هل يضع هدف التعادل أم أن دولوفان مهدي له الكلام الأكبر؟ كايك أوليفيرا في حوار مع تاوانا يثبت كرته، ومن ثم يريد أخذ الثقة وأخذ كامل الوقت أمام دولوفان مهدي. كايك أوليفيرا، دولوفان ولا كايك؟ كايك يتقدم، صفراء أم زرقاء؟ هذه كرة كايك، كرة جول. جول ثاني الأهداف لنادي زاخو.
متعادل الكفتين، هدفين مقابل هدفين. زاخو طلب من خلال أربع ركلات قسمت ما بين الطرفين، نجاح لزاخو والطلب، والآن زيد تحسين. زيد تحسين في ثالث الركلات بالنسبة لنادي الطلبة، قدم مجهود فردي وأداء يذكر فيشكر اليوم على مستوى خط الظهر في الدفاع، ولكن هذه الركلة هي ثمرة ذلك المجهود، هي ترجمة كل مجهودات المباراة. عماد في نظرة وترقب، وزيد في حذر وانتظار الإشارة. زيد يتقدم، كرة جول، وضعها في العلامة وفي المكان الصح، لكن ذهب باتجاه حارس المرمى عماد عيسى، طار باتجاه الكرة لكن كانت أعلى وأقوى وأسرع، بالتالي يضيف ثالث الأهداف زيد. 3-2، وبالتالي الكرة تنتظر من سيكون في الأخير هو السبب في إخفاق فريق، ولكن هاي كرة الحظ، هاي كرات ركلات الترجيح تسمى بركلات الحظ. محمد جواد الثالثة لزاخو، يتقدم أمام دريفان، وأيضا بنفس مكان كرة زيد تحسين، وأيضا طار باتجاه دريفان مادي، لكنها قوية وسريعة دخلت في الشباك لتضيف ثالث الأهداف. 3-3 بست ركلات، ركلات الرسمية، باقي ركلتين لكل فريق، لكن إذا استمر التعادل سنسري إلى أن يأتي سيء الحظ، ومن سيكون فيه اليوم الحظ غدار لكي يكون السبب في إخفاق زملاء. هذه الكرة تريستين يانغ المحترف السنغالي ينتظر صافرة حكم المباراة حتى يتقدم، كرة جول طلابية قوية قوية قوية، وضعها في سقف المرمى، من الصعب أن يتصدى لها حارس المرمى عماد عيسى. لكن لو تلاحظ عماد عيسى لأكثر من مرة يطير بنفس اتجاه الكرة، وبالتالي الكرة بالشباك. 4-3، انتظار ياسر قاسم، ياسر قاسم وانتظار كرته، هل يضعها في الشباك؟ ياسر يتقدم، كرة ياسر قاسم أضاع الركلة الرابعة لنادي زاخو، من سجل هدف في المباراة الماضية أضاع اليوم ركلة الجزاء، أضاع اليوم ركلة الجزاء. بعد أن سجل محمد جواد، وعفوا ياسر قاسم، كانت الركلة الخامسة، الآن الركلة الرابعة لنادي الطلبة. زياد أحمد من ارتدى شعار زاخو في الموسم السابق، الآن أمام زميله في الموسم السابق لكن بقميص مختلف. زياد هل يأتي بالفرح للطلاب؟ زياد أحمد يتقدم، هذه كرة طلابية، لا 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 لا، لا تريد أن تنتهي مباراة اليوم، ضاعت فرصة التقدم بالنسبة لمصلحة نادي الطلبة. ضيع ياسر قاسم، فضيع زياد أحمد، ودلوفان مهدي غير راضي بالمرة، ودلوفان مهدي غير راضي بالمرة. الآن الكرة زاخولية عن طريق من؟ برونو أوليفيرا المحترف البرازيلي ينتظر هذه الكرة، هل يعود بتقدم زاخو؟ زياد أحمد ضيع فرصة الانتصار، وبرونو أوليفيرا يريد أن يعيد الثقة لزاخو. برونو يتقدم، في سقف المرمى، صعب على دولفان مهدي، وبالتالي هدف لمصلحة نادي زاخو، هدف لمصلحة نادي زاخو من علامة ركلة الجزاء الناجحة. الآن
الدور على من؟ مرتضى ملص، مرتضى علي بالقميص 24 اللي جاء من نادي المصافي. هل يصفي البال ويضع كامل التركيز أمام الحارس عماد عيسى الذي يحاول أن يسيطر على مرتضى في حواره مع توانا؟ مرتضى علي، هل يعدل الكفة للطلاب؟ مرتضى ينتظر إشارة اللعب، يتقدم مرتضى علي أمام عماد، هذه كرة للطلاب، جول جول، هدف لنادي الطلبة. ويستمر التعادل، ويستمر التعادل إلى من سنسير؟ مباراة كانت متعادلة سلبية، والآن الركلات نستمر معها ونترقب. ولاحظ العاشق الزاخولي اللي في الجهة المقابلة من حاملين الكرات على أعصاب، يتوتر ومع كل ركلة لزاخو يغمض العيون. ولاحظ الآن اللي أمام الصورة على يمين دولوفان، بينما الانتظار عن طريق سيلفا يتقدم أملاء، هذه كرة جول وضعها بكل هدوء فيتور سيلفا بخطوة على الكرة وضعها بكل ثقة، وضع الحارس دولوفان في جهة والكرة في جهة، وبالتالي عادت الكرة الزاخولية في الشباك وانتظار من يعيد الطلاب ويعدل الكفة. من يعدل الكفة للطلاب؟ علي صلال. من يقوم بمهمة التنفيذ؟ علي صلال. من يقوم بمهمة التنفيذ للطلبة أمام حارس المرمى؟ صلال، علي، علي أمام عماد، ينتظر، تأخر كثيرا علي صلال، أخذ كامل وقته بهدوء، يتقدم ويسدد هدف لنادي الطلبة، وبالرقصة يعبر عن هدفه، يسجل لمصلحة نادي الطلبة. علي صلال بالعلامة الصح حتى الآن. ياسر قاسم مع زياد أحمد هم من أهدروا الركلات فقط، ركلة بركلة، وبالتالي القائد إيلو مونتيرو البرازيلي صاحب 31 سنة حواره مع تاوانا عثمان. هل يأتي بالعنوان هيلو مونتيرو؟ مونتيرو 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 أمام دولو فان، هل يتصدى أم مونتيرو في العلامة الصح؟ سدد بقوة وسط الشباك، يضع من خلالها علامة الخضراء الصح، ودولوفان يرمي نفسه ولكن لا يتحصل ولا يصطاد الكرات حتى الآن. كرة ياسر قاسم كانت إلى خارج أرض الملعب، بينما عماد عيسى تصدى لكرة زياد، وبفضله زاخو متبقي حتى الآن، فضله زاخو متبقي حتى الآن. الآن من يقوم بمهمة التنفيذ للطلاب؟ الغاني ستيفن بافور، الغاني ستيفن بافور مع كل ركلة حذر وخوف وترقب. الغاني ستيفن بافور أمام عماد، يتقدم ستيفن، كرة جول وضعها في العلامة وفي المكان الصح، وضع عماد عيسى في الشمال والكرة في اليمين، وبالتالي نستمر بالركلات المزعجة، نستمر بركلات الحظ. الآن على من ستكون المهمة؟ الآن على من ستكون المهمة؟ من يقوم بالتنفيذ؟ يبدو قميص 14 شيفان جميل، هل يكون جميلا في تنفيذ كرته بالطريقة الزاخولية أمام دولوفان مهدي؟ شيفان ينتظر إشارة، يتقدم، كرة جول يضعها بنجاح، طار باتجاهه دولوفان مهدي ولكن عجز عن التصدي لكرة شيفان، وبالتالي هدف زاخولي آخر يضيف في مربع وجدول ركلات الترجيح. يا له من مباراة متعبة بالنسبة للجمهور، المباراة وصلت بهم إلى الركلات، والركلات إلى من ستصل بهم؟ حتى الآن ركلة بعد ركلة،
مع كل ركلة ترفع الأيادي بالدعاء، والآن من يقوم بمهمة التنفيذ للطلاب؟ هذه المرة يقوم بتنفيذها البحث من خلالها ياسر، أو ياسر ترك مواد. هذه تسديدة تلعب قوية من مشعال، ضاعت على الطلاب من مشعال حمود اللي في الموسم الماضي كان مع الديوانية، الآن دارت ركلات الترجيح وانتظرت مشعان حتى ضاعت على الأنيق، والخسارة الثانية تواليا أمام زاخو بنفس الأسبوع ما بين الكاس والدوري. زاخولي زاخولي زاخولي، الانتصار في ملعب زاخو. ضاعت فرصة للتعادل عن طريق مشعان، وبالتالي مبروك لنادي زاخو من الميم إلى الكاف، التأهل لدور 16. هارد لك، حظ أوفر في قادم المواعيد للأنيق الطلابي للموسم الثاني، يغادر من دور 2 و3. لكن ماذا يشير حكم المباراة؟ ماذا يشير؟ يبدو هنالك ركلة متبقية، ربما تكون هي المنعرج والمنعطف في تغيير من هو المنتصر. الآن حكم المباراة يقول لم تنتهي إلا إذا سجل زاخو. عماد عيسى من أنقذ نادي زاخو وتصدى لركلة، هي ركلة زياد أحمد، وركلة مشعان كانت برا. الآن 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 كل الأنظار والدعوات الزاخولية مع عماد، كرة جول جول زاخو إلى دور 16 في كأس العراق، وبعد أن خفقت القلوب وارتعشت مدرجات زاخو عندما أشار الحكم لتنفيذ الركلة الأخيرة بعد أن احتفلوا، وأصبحت الآن الاحتفال الثانية، احتفال بعد احتفال. مبروك 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 لزاخو، حظ أوفر للطلاب. تقبلوا تحياتي في الختام، أنا محدثكم على زيري، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.